السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم الو مكملين. اهلا بيكم هنا في استديو صوت الناس. فكره ان دايما الفرعون اهم من الشعب ومن الرعيه، فكره ان الحاكم لازم يحكم بالحق الالهي او الحق الوطني او احتكار كل شيء في البلد بما فيهم الفهم، الفكره دي كانت موجوده قبل كده، ولكن عايز تشوفها في اوضح صورها دلوقتي بس في عهد السيسي. السيسي مش بس بيحتكر الوطن والوطنية، السيسي بيحتكر الوطن والوطنية والدين والفهم والصح. السيسي بيحتكم على كل حاجة وبيحتكر كل حاجة وبيحتقر أي حد بيفكر يقول إنه هو غلط، لأنه شايف إنه ماشي بالحق الإلهي. ففهمناها سليمان، وإنه راية لكل الناس في الدنيا، عشان كده بيقول إن العالم كله بيسأله وبيمشي وراه، وشايف ان ما تسمعوش كلام حد غيري، وان ازاي ما تفكروش في الرجل بتاعكم لانه اهم من كل حاجة. الشعب المصري على مر التاريخ مبتلى، ربنا ابتلانا بانواع من البشر يحتار العقل في فهمهم ويعجز الطب في تشخيص حالتهم. نوعية البشر دي ماشية بمبدأ حسن حسني في فيلم اللي بالي بالك، لما كان بيقول للمبي عايز ايه، قال له انا عايز ابقى محترم، قال له غبي، احترام ايه يا ابني اللي بتتكلم عليه، انا طول عمري عايش محترم لما بقيت تحت، تحت في الشغل وتحت في البيت وتحت في كل حاجة. هنا خلص مشهد الفيلم، بس للأسف عقلية النوعية دي عايشة معانا، عقلية انواع من الناس ضد الاحترام، ضد حتى تصور الاحترام، لا احترام الناس ولا احترام نفسهم. نوعية ارتضت تعيش زي الطفيليات على دم غيرها، ما بيهمهمش اي حاجة في الدنيا غير حياتهم ومصلحتهم ونفسهم وبس. النوعية دي اشد واخطر من اي مجرم ومن اي قاتل، لانهم ببساطة بيشاركوا في الاف الجرائم زي القتل والنهب والسرقة وتدمير بلد بكل ما فيها، من غير حتى ما يحسوا بذنب ولا بتأنيب ضمير. ساعات كتير اللي بيقتل او بيسرق بيبقى عنده سبب، بيبقى قاعد اقنع نفسه علشان يرتكب الجريمة، لكن اللي زي دول ما عندهمش سبب، دول اختاروا يعيشوا كده، يمسحوا جزم النظام، يلمعوا بدلته، يهمهم دايما ان النظام المجرم يتشاف نظيف وعفيف وشريف مهما كانت قذارة وحقارة النظام. دول بالظبط عاملين زي السمك الصغير اللي بيعيش على انه ينظف اسنان سمك القرش الكبير، بعد ما سمك القرش الكبير يلتهم الفريسة يقعدوا هم ينظفوا له اسنانه. نوعية رديئة من البشر، نوعية من البشر ادمنت تعيش على الفضلات البشرية، فضلات وهم فضلات، ومهما حصل ومهما قلت عليهم مش هيتغيروا، ما بيتغيروش، ما بيحسوش، ما بيغيروش. النوعية دي من البشر مش جديدة علينا في مصر، من زمان قوي، من آلاف السنين، من عصور الفراعنة، وكان كل فرعون عنده المطبلاطية بتاعته. اه والله كان عنده اللي بيمجدوا عصره وبيشوهوا عصور اللي قبله. بالمناسبة ده موجود ومحفور على جدران المعابد، تقدر تروح تشوفها. يعني واضح انه بس مش بس للأسف محفور على جدران بعض المعابد، ده محفور في نفوس بشرية ضعيفة بكل أسف لسه عايشة وسطنا لحد دلوقتي. أما في العصر الجمهوري، بعيد عن عصر الفراعنة طبعا، في العصر الجمهوري ومن أول عبد الناصر اللي إعلامه مجد عصره ومحى كل حاجة حلوة في العهد الملكي، ركزوا في إعلام عبد الناصر على سلبيات فاروق وأهل فاروق وأجداد فاروق، وألفوا مسرحيات وأفلام كلها بتقول قد إيه كان فاسد. وبالمناسبة قصة فساد فاروق دي كانت كذبة كبيرة، كانت كذبة كبيرة ومخترعة ومختلقة ومتفبركة. صحيح الملكية كان فيها حشية فاسدة وكان فيها إقطاعية وطبقية بغيضة، لكن برضو في عهد الملكية كان في حريات وكان في تعددية حزبية وحياة سياسية موجودة في مصر. بعد عبد الناصر جه السادات، وكان كل هدف السادات يظهر في ثوب الرئيس المؤمن، فكان لازم يبرز قذارة العهد الناصري.
رغم ان السادات كان ركن من اركان النظام في الوقت اللي كان فيه عبد الناصر في الحكم، وبدا يخلي الناس تكتب وتعمل افلام. فاكرين فيلم الكرنك؟ فاكرين احنا بتوع الاتوبيس فيلم البريء؟ النوعيه دي من الافلام ظهرت واتعملت في عهد الرئيس محمد انور السادات. مات السادات بعد ما قتلوا ضباط الجيش، وجاء من بعده حسني مبارك. وصلنا للطبقه اللي احنا عايشينه دلوقتي. بس مبارك قعد 30 سنه، وراح مبارك وجاء السادات، او عفوا وجاء السيسي، اللي الاعلاميين بغباوتهم وحقارتهم وسواد قلوبهم في عهده بينوا كل المستخبي للمصريين. دول لسه موجودين لانهم مش هينتهوا. الاعلاميين دول موجودين وانتوا شايفينهم وعارفينهم اكتر مني. دول مش هينتهوا، موجودين دايما وبيعيشوا وبيظهروا وبيترعرعوا في ظل الفساد والسلطات العسكريه القمعيه اللي بتقمع الشعب وتقرب المنافقين اللي زيهم. دول مش هينتهوا الا اذا كان في حريه بجد ومفيش خوف، لما يبقى في تداول للسلطه بشكل طبيعي. في الوقت ده مش هيبقى في معنى للتطبيل اصلا. شغلتكم في البدايه وخدتكم كده على مشامكم زي ما بيقولوا، بس ليه قلت كده؟ قلت علشان النهارده معايا اتنين من النوعيه دي. صحيح هما ناس بسيطه وتقليديه، ما لهمش سعر عند النظام، يمكن ما لهمش لازمه حتى، لكن هما ظاهره، والظاهره دي لازم نبص عليها. هما تقليديين جدا، ويبدو ان اللي بيشغلهم برضو تقليدي، ممكن عسكري ولا شويش. خلوني ابدا معاكم بالمذيعه اللامعه الاستاذه عزه مصطفى، اعلاميه قديره قديمه. تعالوا بقى نشوف قالت ايه. العالم كله زي ما بنقول كده على صفيح ساخن وعلى شفا حفر. فاحنا ما بنتكلم على الامن والامان في مصر، والله ما هم كلمتين وبس، لا كلمتين غاليين قوي وتقال قوي، وشعوب كتيره قوي 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 محرومين منها. ما كنت بتكلم مع حضراتكم على اللي بيحصل في السودان او اللي بيحصل في اي دوله تاني، كنت بقول وانا دايما تعرفين انا براهن على المراه المصريه طول الوقت، براهن على المرأة المصرية إن هي كل اللي بيهمها في الدنيا إن هي تبقى عايشة في استقرار وفي أمن والأمان ليها ولولادها والأحفادها. لأنه دايما كنت بقول الشعوب والمرأة المصرية اللي واقفة على حدود أي دولة بتحاول تشوف أي مفر، بتحاول تشوف أي مخرج، أي مكان تروحه، شايلة بس شنطة هدومها، حتى الأدوية ما لحقتش تاخدها. بقول إنه المشاهد دي المرأة المصرية مش ممكن تفكر فيها، المرأة المصرية دايما حتى المشاهد دي أمام عينيها، علشان كده هي بتميل للاستقرار وبتتمنى طول الوقت فكرة الأمن والأمان. ده إيه اللي إحنا عايشينه ده يا جماعة؟ الأمن والأمان اللي إحنا عايشينه ده فاتورته كبيرة قوي ومهمة جدا وغالي قوي، عشان كده بقول ربنا يديمه علينا نعمة. رسالتها يا جماعة واضحة وصريحة، وأنا قلتها لكم قبل كده وحكررها كتير لغاية ما تحفظوها. الرسالة بتقول على لسانهم احمدوا ربنا على نعمة السيسي، السيسي وبس. وشوفوا يا جماعة الدول حوالينا عاملة ازاي. تخيلوا الأستاذ عزة مصطفى كانت بتضرب لنا مثل بإسرائيل، بتضرب مثل بإسرائيل وباللي حاصل فيها. تخيل كانت بتقول لنا بصوا اللي حاصل هناك، شوفوا المظاهرات اللي في اسرائيل، وبتضرب مثل باللي حاصل في السودان، وبتقول لكم الامن والامان اللي انتوا عايشين فيه يا مصريين ثمنه غالي وفاتورته غاليه قوي. فبالتالي احمدوا ربنا، ومهما كانت المشاكل والازمات اصبروا. ويعني والسؤال هنا اللي لازم احنا نساله للاخت عزه مصطفى علشان ما تاخدناش في دوكا وتضحك علينا، يعني هو احنا في مصر عايشين في امن وامان؟ طيب بقول لك ايه يا استاذ عزه، بالراحه وواحده واحده معايا كده، قولي لي يعني ايه امن وامان؟ يعني ايه امان؟ الامن ده ليه جوانب كتير جدا، جوانب سياسيه، اقتصاديه، غذائيه، اجتماعيه، امن قومي. احنا في مصر عندنا أمان؟ أنا عايز أسأل بس، ردي علينا يا أستاذ عز، عندنا أمن وأمان؟ يعني هل مثلا سياسيا في أمان سياسي في مصر؟ يعني أنا لو مارست سياسة في مصر أبقى آمن؟ ولا هتهان واتقمع واتسجن؟ قولوا لي أنتوا، بلاش الأستاذة عز يمكن ما عندهاش رد. المشهد السياسي في مصر مشهد طبيعي
ممكن نمارس فيه السياسة، فيه حريات وتعددية. طيب هل في سماح بأي شيء في علاقة أو ليه علاقة بالسياسة؟ هل السيسي بيسمع الأصوات الجادة زي ما هو بيقول، ولا بيهزقها ويسلط عليها صبيانه وغلمانه وكلاب حراسته؟ مفيش أمن سياسي. ليه؟ علشان في قمع وسجون. لو في أمن سياسي في البلد، لو في أمان سياسي، ما كناش نبني 60 سجن في عهد السيسي، بزيادة حوالي 160%، حوالي 150% عن السجون اللي كانت موجودة. أهو جايب، مش جايب كلام من عندي، ده خبر قدامنا هيجيبه لنا اهو. مصر تنشئ 6 سجون جديدة، والحصيلة تقترب من 100 سجن في عهد السيسي، عهد السيسي بس. انت متخيل؟ قبل كده كان عندنا 43 سجن بس، فدلوقتي عندنا اكتر من 100 سجن جديد، يعني حوالي 150% سجون في عهد السيسي. في امن سياسي؟ لا. طيب نروح على الامن الغذائي، يا ترى اخباره ايه؟ هي البيضه بكام النهارده؟ البصل بكام؟ قرص الطعميه بكام؟ كيلو الفراخ بكام؟ كيلو الرز بكام؟ عندنا امن غذائي؟ لاقين ناكل؟ موفرين للناس احتياجاتها؟ اظن مفيش. فكده كمان الامن الغذائي هو كمان فنكوش ومفيش امن غذائي. طب نروح نسال عن الامن الاجتماعي، اخباره ايه يا ترى؟ اخبار نسب الطلاق ايه؟ ونسب الجواز عامله ايه؟ المشاكل الاسريه، الجرائم، يا ترى قلت؟ ده النهارده لسه، بس النهارده وزير العدل بيستعرض حاله المحاكم والقضايا قدام السيسي وبيقول له واصلين لفين؟ عايز تعرف واصلين لفين في القضايا؟ تعالوا اتفضلوا. وده كلام من لسان وزير العدل. المصريون يرفعون 26 مليون قضية في آخر 3 سنين، 26 مليون قضية، يعني حوالي 9 مليون قضية في السنة، ودي قضايا الجنح بس، ما بالك بالجنايات، ما بالك بالمتظلمين في مجلس الدولة من الدولة ومؤسساتها، ما بالكم بالناس اللي ما بترفعش قضايا وما بتتكلمش، ما بالكم بالأعداد العرفية، ما بالكم باللي بيجيبوا حقهم بدراعهم. طب تعالي كده يا ست عزة أوريكي شوية نماذج من الجرائم اللي بتحصل في مصر في عهد الأمن والأمان، في عهد السيسي زي ما أنتوا بتقولوا للناس وتضحكوا عليهم. ورينا كده يا سيدي. اعدموا المتحرش القاتل. اعدموا المتحرش القاتل، جريمة تصدم الشارع المصري. المحمول وكاميرات المراقبة والشهود، 3 أدلة تثبت التهمة على قاتل طفليه بالأهلية قتل عياله. مسرع سائق ذبحا وإصابة آخر في مشاجرة بأول أيام رمضان بالدقهلية. أم بتلقي بطفليها في بحر يوسف بالمنيا بسبب الخلافات الزوجية ومسرع أحدهما. لأم جريمة لا يمكن تخيلها، أم تذبح ابنها وتطبخ جثته وتأكلها. دي نوعية بسيطة من الجرائم اللي بتحصل في عهد الأمن والأمان. ولو فتحت يا أستاذ عزة صفحات الحوادث كل يوم في المواقع الإخبارية والجرائد الرسمية هتسمعي عن كمية الأمن والأمان اللي عايشة فيها البلد وحاسس بيها المواطن. طب أقول لك على الأنقح من كده، الجرائم في عهد السيسي ما بقتش جرائم بس، ما بقتش ظاهرة وتعدي، لا لا لا، ما بقتش عفوا جريمة وتعدي، بقت ظواهر اجتماعية، بقت ظواهر عايشة معانا. بصي معايا يا أستاذ عزة كده يمكن تفهمي. جرائم قتل الزوجات تتفاقم في مصر، ضغط اقتصادي أم عقلية ذكورية؟ أسبوع قتل الأحفاد للجدود والجدات للحفيدات، مصر تشهد جرائم قتل مروعة. روسيا تودي، مصر اليوم جريمة تلو الأخرى أكثر بشاعة، لماذا أصبح القتل سهلا في مصر المحروسة؟ دي مواقع يعني بتاعت الحكومة اهي. احنا بقى يا جماعة بقى بيتضرب بينا المثل، بقينا مجرمين محترفين في بلد الأمن والأمان. بلد الأمن والأمان اللي فيها الكل مباح، لأنكم جرأتوا الناس على الدم، فبقى طبيعي أن الناس تقتل وتشوف الدم عادي. زمان المصريين ما كانوش كده. نيرة أشرف مثلا، نيرة أشرف ذبحت قدام الناس كلها عادي خالص، والراجل بتاع إسماعيلية اللي نزل، الشاب اللي راح ذبح الراجل في الشارع قدام الناس عادي خالص، والست اللي طبخت ابنها
كل عمركم سمعتوا عن الكلام ده في مصر؟ امن وامان ايه؟ انا قاعد افكر يا استاذه عزه من امبارح، ايه الامن والامان اللي حضرتك تقصديه؟ يمكن حضرتك تقصدي بالامن والامان دوله القانون اللي ما فيهاش حد كبير على القانون. لو تقصدي كده فاحنا لسه ما بعدناش عن اللي حصل في سيدي براني من الواد ضابط الشرطه المجرم اللي قتل فرحات، وما بعدناش عن اللي جرى في مدينتي من ضابط الجيش. الا صحيح ايه اللي حصل في قضيه مدينتي وقضيه سيدي براني؟ يا ترى وصلوا لفين؟ في معلومه بتقولها لنا الاستاذه عزه واللي زيها؟ طبعا لا، ولا هيقولوا لنا حاجه ولا هنعرف حاجه، لان الضابط احمد لما يقتل ولا يصفي حق عين حد محدش هيحاسبه زي ما قال عبد الفتاح السيسي قبل كده. طيب يمكن الاستاذه عزه قصدها الامن القومي؟ لو كده يبقى حضرتك بتهزري. بصراحه اشهد لو على الامن القومي فالسيسي عمل اللازم وزياده، خلى الامن القومي المصري على البحري. طبعا مش محتاج احكي لك عن سد النهضه، ولا محتاج احكي لك عن تيران وصنافير، ولا محتاج احكي لك عن القواعد العسكريه الاماراتيه والسعوديه في مطروح، ولا محتاج احكي لك عن القواعد العسكريه الموجوده في الجنوب تحت على البحر الاحمر، ولا هحكي لك ان القواعد دي ليها اهداف، ومش هقول لك شغاله ازاي وبمين، ده جاي وقته نقوله. امن قومي ايه؟ يكونش قصدك بالامن والامان فرص العمل المتوفره والحياه الكريمه؟ طب ليه شبابنا واطفالنا بيهربوا من البلد، بلد الامن والامان، وبيرموا نفسهم في البحر عشان يسافروا؟ اكيد الشباب دول هم اللي جاحدين بقى، جاحدين النعمه ومش مقدرين اللي هم فيه. كفايه امن وامان يا استاذ عزه، كفايه كده، كفايه امن وامان على الشعب. ولو عايز انا ممكن ازيدك، لبكره نقعد نتكلم عن الامن والامان اللي عايشه فيه مصر. كفايه، كبرت يا استاذ عزه، كفايه مش كده. اعملوا حاجه لعيالكم، مش هقول لكم لله وللوطن، اعملوا حاجه لعيالكم عشان يلاقوا وطن يعرفوا يعيشوا فيه. كفايه كده على عزه مصطفى. نروح لسيد علي. تعالوا شوفوا استاذ سيد علي الصحفي، سيد علي قبل ما يكون مذيع، تعالوا نشوف بيقول ايه. عندنا ظروف اقتصاديه صعبه جدا، بس الظروف الاقتصاديه دي احنا ما كناش السبب فيها، او النظام الحالي ما كانش السبب فيها. خلوني اقول لكم، يعني انا علينا 160 مليار دولار، 160 مليار دولار، احنا عددنا اكتر من 110 مليون سنة 2010 2011 12 13 14 كان الاحتياطي عندنا مثلا 4 5، وكنا بنلم فلوس من السوق علشان نجيب قمح، والدول الخليج وقفت جنبنا. فالدولة كانت نتيجة لما حدث في 25 يناير بصراحة كانت في حالة شبه انهيار، وانتوا شفتوا ايه اللي حصل في الدولة المصرية. وكل الاحتياطي الذي كان في البنك المركزي اللي مبارك عمله تقريبا يعني تم استنزافه في حالة الفوضى اللي موجودة. النظام الراهن، وانا قاصد استخدم كلمة النظام الراهن، لم يصنع المشاكل، ولكنه هذا النظام حاول يعالج المشاكل، لان ما كانش ينفع تعمل حاجه جديده بدون ما تعالج. يعني انت ما ينفعش ان انت تشغل ايدك وانت عندك جرح، الاول تعالج الجرح. هذا الكائن العجيب بيتكلم عن 2011 وهو من 2011 على نفس النغمه، مفيش فايده، مصمم يكرر نفس المشهد. وده اللي انا حاولت اوضحه لكم في بدايه كلامي، ان النوعيه دي من البشر مش هتتغير، مستعدين يعيدوا نفس الموال 100 مرة 1000 مرة عادي جدا. سيد علي عايز يقنعكم ان السيسي ملوش ذنب، وان الازمات اللي احنا فيها كلها من قبل السيسي، وان السبب فيها هو يناير، ثورة يناير وشباب يناير. سيد علي كان بيدافع عن حسني مبارك، ولسه بيدافع عنه وعن سيرته، ودلوقتي بيدافع عن السيسي وبيتهم ثورة يناير بالمشاكل اللي حاصلة في البلد. دلوقتي بيقول ايه؟ بيقول مش انا قلت لكم قبل كده؟ فاكرين سيد علي بيستشهد بتطبيله زمان انه كان صح؟ سيد علي عايز يشيلنا مسؤوليه الديون اللي ورطنا فيها عبد الفتاح السيسي، اللي استلف لوحده اكتر من 160 مليار، عايز يقنعنا ان السيسي جابهم واستلفهم عشان يحل المشاكل اللي هو اصلا سبب فيها. ليه يا سيد خير يا حبيبي؟ هو استلف ال 160 مليار دول حطهم في الاحتياطي؟ ولا عمل بيهم مدارس؟ ولا جاب بيهم قمح؟ ولا بنى بيهم مستشفيات؟ ولا عمل بيهم مصانع؟ ده صرفهم في التراب، في العاصمة الجديدة
عاصمة السيسي الجديدة اللي بيعملها عشان يخلد اسمه، بس إن شاء الله هيتخلد في مزابل التاريخ. يبقى يا سيد مال الشعب ومال ديون السيسي، سيد علي بيحمل ثورة يناير مسؤولية تدهور الاحتياطي. طيب يا سيد، هي مشكلتنا في الاحتياطي؟ مشكلة مصر دلوقتي في الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية؟ طب ما انتوا نفسكم اللي كنتوا بتتباهوا من سنتين ثلاثة بأن الاحتياطي كبير وكتر في عهد السيسي، وكنتوا بتقولوا عندنا 45 مليار. هو أي كلام وخلاص؟ ولما كنا بنطلع نقول كل ده هكس لأنكم واخدينه قروض، كنتوا بتقولوا الخيانة أعداء الوطن. طب مش أنا عرضت لكم هنا بالأرقام يا جماعة في بيانات المالية والبنك المركزي وضع الاحتياطي كان إيه واتصرف إزاي من 2010 لغاية لما عملوا الانقلاب على الرئيس مرسي؟ هم مفكريننا بننسى؟ لا، هوريكم تاني علشان بس ما حدش يضحك عليكم. بص يا سيدي على الجدول ده تاني، عدد شهور الواردات السلعية يغطيها. بص يا سيدي اهو، الفلوس قدام حضراتكم كانت في 2007 كام؟ اتكلم في 33، 2008، خلينا نوصل ل 2010 كنا واصلين حوالي 36 مليار او 35 مليار. 2011 نزلنا بقينا بنتكلم في اقل من كده، 12 اقل من كده، 13 نفس الثبات اللي حضراتكم شايفينه. طيب يعني ايه؟ اقول لك ده جدول الاحتياطي. بص على 2010، 2010 اهو زي ما قدام حضرتك، كان في يونيو 2010 حوالي 35 مليار او 34 مليار في الحته دي، تمام. بعد كده اول ست شهور من 2011 اللي تولى فيهم المجلس العسكري طير بتاع 6 مليار كده في الهواء، طيرهم كده في الهواء. طب مين اللي كان موجود؟ هو المجلس العسكري. طب حد حاسب المجلس العسكري؟ لا. حد سألهم؟ لا. حد جاب ولا بيجيب ولا هيجيب سيرتهم من دول؟ لا، ما حصلش ولا حد هيجيب سيرتهم. طيب المهم كملوا بقى على كده في فرتكة الفلوس، صرفوا حوالي 20 مليار، 20 مليار لحد ما سلموا مرسي المنتخب في يونيو 2012 15 مليار دولار في الاحتياطي. صرفوا 20 مليار في سنة ونص، ده من الاحتياطي بس. طب مرسي بقى في السنة اللي قعدها صرف كام؟ صرف 400 مليون، 400 مليون دولار. سلم الاحتياطي بعد ما انقلبوا عليه 14 مليار و600 ألف، يعني ما صرفش في سنة نص مليار، بينما المجلس العسكري في سنة ونص صرف 20 مليار. عشان تعرف مين الحرامي واللي ودى البلد في داهية، ده اللي حصل يا سيدي علي بالأرقام من البنك المركزي يا سيدي علي. وأنا مش هزهق ومش حمل من أني أعيد وأزيد في القصة دي عشان أقول للناس، عشان ما يجيش سيد علي واللي زيه يخدعوا المصريين تاني. سيد علي بالمناسبة مبسوط قوي ان وائل غنيم اللي كان ايقونة من ايقونات ثورة يناير تاب، هو بيقول تاب واعلن ندمه على مشاركته في الثورة. سيد بيصدر للناس ده على انه اثبات انه كان على حق وان الثورة خربت البلد وكانت مؤامرة. وحقيقي بجد يعني يا سيد مفيش ابشع ولا احقر ولا اوسخ من كده. انت فرحان ان شاب واعد زي وائل غنيم كفر بالثورة وبالحرية ومبادئها؟ ده اللي انتوا عملتوه في الثورة وفي شبابها وفي وائل غنيم هو اللي خلاه وصل للحالة اللي الناس شايفاها، اللي انا مش هوصفها. انا واحد كل اللي اقدر اقوله عن وائل غنيم انه بيصعب عليا، بس ده شيء بيبسطك يا سيدي علي؟ يعني انت عديم الاحساس والانسانية للدرجة دي؟ ده وائل غنيم في 2011، ده المهندس وائل غنيم في 2011 كان نابه جدا وحد ليه مستقبل وحد واو. ده وائل غنيم الشاب اللي سافر وتكرم وكان من افضل الشباب في العالم، وكان بيعبر عن شباب مصر في الوقت ده بعقليته وبعمله بشغله بثقافته بوطنيته وحبه لبلده. وشباب يناير كلهم كانوا الورد اللي فتح في جناين مصر بجد، الشباب اللي التحرير بيشهد لهم لحد النهارده ويشهد على دمهم الطاهر الزكي، شباب بالمسلمين والمسيحيين اللي صاروا علشان بلدهم وكرامتهم، يجي واحد
تافه وحقير يشمت فيهم؟ فرحان ان وائل غنيم اتحول من ده بقى وائل غنيم التاني ده؟ انت فرحان بده؟ انا مش بقلل ولا حاجه والله، بس انتوا فرحانين بوائل ده؟ بدل ما تفضح النظام المجرم اللي اعتقل اخوه واهله وساومه وزله، ساوموه ده، تساوم ده واتضغط عليه ولجأ للمخدرات والقصص اللي انتوا عارفينها يعني. بدل ما تفضح جهاز المخابرات اللي ساب الامن القومي لمصر وساب البلد سداح مداح وكان ولا زال مشغول بملاحقة المعارضين زي وائل وغيرهم بيجري وراهم بره في كل بلد، جاي تشمت فيه؟ اللي حصل في وائل غنيم نموذج بسيط من اللي حصل في مصر كلها في العشرية السوداء بتاعت السيسي. وائل غنيم كان كده وبقى كده. الصورتين اللي انتوا شفتوهم زي ما وريتكم دلوقتي، كان كده وبقى كده. لكن في المقابل تعال نشوف محمود بانجو كان ازاي وبقى ازاي. بصوا على حسن شاهين ومحمد عبد العزيز بتوع التمرد اللي قبضوا الرز الخليجي، شوفوا كانوا ازاي وبقوا ايه. مصر العساكر، مصر السيسي عملت كده بالظبط، بهدلت واحد زي وائل غنيم وصدرت واحد زي محمود بانجو. بالمناسبه علشان لو رحت ضغطتوا عليه ولا حاجه وطلع قال لي كلمتين، حتى لو وائل نفسه طلع يعارضني ولا يهاجمني ولا يقول لي كلامك ده مش تمام، انا مش واقف عند ده. وائل مش قيمه الشخص، وائل بالقيمه اللي كان بيمثلها. شباب يناير، اللي ضغطتوا عليه، اللي حبستوه، اللي اعتقلتوا اهله وساومتوه، اللي خليتوا بعضهم هرب وكفر بالوطن، واللي راح شرب مخدرات، واللي لسه مصر على حريه البلد دي، واللي لسه مصر لسه في السجن، والسجون تشهد على علاء عبد الفتاح وعلى عصام سلطان وعلى باسم عوده وعلى خير رجال مصر اللي لا مؤاخذه الاحذيه اللي في رجلهم بألف من عبد الف مين؟ بمليون من عبد الفتاح السيسي واللي زيه. الحكايه واضحه للناس. مصر كلها وشبابها نقدر نلخصهم ونلخص اللي بيحصل لهم زي ما كان وائل قبل القمع والقهر ووائل بعد القمع والقهر. الحكاية واضحة للناس، ودي الخلاصة، خلاصة الحكاية وخلاصة الشباب وخلاصة اللي بيحصل في مصر وأهلها. نطلع فاصل. في مصر احنا مش مبتلين بس بالمطبلاتية من الإعلاميين، لا، احنا مبتلين بإعلاميين وسياسيين وأكاديميين وأحزاب ومؤسسات كتير بيطبلوا علشان يعيشوا. يعني مثلا في العالم المفروض الأحزاب بتتوجد وبتنشأ علشان تنافس على السلطة، ده الطبيعي في كل العالم. حتى لو في حزب صغير ما حدش يعرفه بينزل ينافس علشان يتعرف ويعمل لنفسه أرضية ويضم أنصار وأعضاء جدد. لكن في مصر العساكر الوضع بالمقلوب زي الانقلاب اللي احنا عايشينه. الاحزاب بتتكون علشان تأيد النظام الحاكم. اه والله زي ما بقول لك كده. يعني مثلا عندنا في حزبين المفروض انهم كبار بالمقاييس بتاعت الدوله دلوقتي، والمفروض انهم ينافسوا على السلطه. بس طبيعي انك تتفاجئ انهم بيرشحوا السيسي لفتره ثالثه اهو. الاقدر على تولي رئاسه البلاد، حماة الوطن يدعو السيسي لاعلان ترشحه لرئاسة مصر. في ايه تاني؟ بعد دعمه للرئيس المصريين الأحرار جهزوا للمشاركة في الحملة الانتخابية للرئاسة حال دعوتنا. مستنيين حد يدعوهم أصلا. حزب حماة وطن وحزب المصريين الأحرار نجيب ساويرس سابقا بيدعموا السيسي ولا تخرج قبل أن تقول سبحان الله. يا راجل ده حتى أحمد موسى عمل نفسه مستغرب وسأل المتحدث بتاع حزب حماة وطن، ازاي انتوا حزب مش في السلطة وبترشحوا السيسي؟ فكان ده رد المتحدث الرسمي على احمد موسى. ممكن بعض الناس يقولوا الله ما انت حزب سياسي، ازاي حزب سياسي وبتتكلم بتطلب اولا من الرئيس انه اعلان خوضوا الانتخابات القادمة؟ ماذا عن هذا الامر اللي هو دعوة الرئيس لاعلان ترشحه للانتخابات القادمة؟ لا، لان الامر لم يأتي من فراغ يا استاذ احمد. ايوه، الامر يأتي من الارض. نعم، من الواقع الذي نشهده. نعم، من التنمية التي نشهدها. نعم، القضاء على قوائم الانتظار، القضاء
ده على مستوى الصحة مثلا. نعم. القضاء على فيروس سي. نعم. التأمين الصحي الشامل. نعم. ما نشهده الآن. نعم. معلش. نعم. يعني نحن نتحدث عن دولة تقوم تأخرت كثيرا. نواجه صعوبات اقتصادية. نعم. ونعترف بذلك. نعم. ولكن ما فعله سيادة الرئيس على مستوى التنمية؟ والله ما هتشوف الكلام ده غير في مصر، ولا في جمهوريات الموز، ولا في جمهوريات القرد بيحكمها. أنا هكلمكم شوية عن حزب حماة وطن عشان ليه قصة كده حلوة، عشان تعرفوا إيه اللي بيحصل بس في البلد. مين حزب حماة وطن؟ ونشأ إزاي؟ وحجمه قد إيه في البلد؟ شوف يا سيدي، حزب حماة وطن حزب أنشأه مجموعة من الضباط المتقاعدين. دي معلومات تقدر توصلها وتجيبها من على الويكيبيديا، حتى اهو لو دخلت كتبت كده على ويكيبيديا. حزب حماة وطن هو حزب سياسي مصري برئاسة الفريق جلال هريدي، يحتل المركز الرابع في مجلس النواب، عدد 18 نائب، بلا 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 بلا. تمام. بس خد بالك، هم كاتبين الفريق، هو فريق فخري، هقول لك ليه دلوقتي. الحزب ده هدفه زي ما قال عن نفسه حماية مكتسبات ثورة يناير و 30 يونيو، زي ما هو قال اهو، حماة مصر يهدف للحفاظ على مكتسبات ثورتي يناير ويونيو. وطبعا ده هلس وتدليس، لان لو الحزب ده معترف ب 25 يناير مش هيروح يدعم السيسي، لان السيسي بيعتبر يناير هي عدوه الاول، وبيقول للناس ان هي سبب خراب مصر، وده كله كذب وافتراء. فانت كده كحزب يا متناقض يا كذاب، والاغلب انك كذاب، لانك حزب عسكري مرايه للسيسي مش اكتر. ايه القصه بقى في الحزب؟ القصه هنا بتكمن عند رئيس الحزب. رئيس الحزب ده ضابط ليه قصه كبيره من ايام جمال عبد الناصر، الفريق فخري جلال هريدي، ده مؤسس الصاعقه المصريه فعلا، وهو رئيس حزب حماة وطن. الراجل اللي قدام حضراتكم ده هو اللي اسس الصاعقه في مصر. جلال هريدي اللي بدات حكايته ايام جمال عبد الناصر والوحده اللي كانت بين مصر وسوريا، بعتوا جمال عبد الناصر لسوريا على راس فرقه من المظلات، لا خلوه جنبنا عشان احنا هنجيب سيرته كتير. بعتوا جمال عبد الناصر لسوريا على راس فرقه من المظلات علشان يقضي على الانفصاليين في الوقت ده. وطبعا لانه ضابط جامد جدا اتقبض عليه هو والفرقه اللي معاه كلها. والسوريين حققوا مع جلال هريدي وقال لهم لو ما كنتوش عملتوا انقلاب على عبد الناصر وعبد الحكيم عامر كنا احنا هنسبقكم، كنا هنعمل انقلاب على عبد الناصر 61. تمام؟ قال لهم كمان ان الضباط في الجيش الثاني كانوا متفقين ومخططين للانقلاب على عبد الناصر والتخلص منه، لان الجيش كان بيغلي من الاوضاع اللي بتحصل في البلد في عهد عبد الناصر. ده كلام جلال هريدي. جلال هريدي اتكلم في سوريا عن فساد عيله عبد الناصر ابوه واخواته. وطبعا فساد عيلة عبد الناصر بيفكرك بفساد عيلة السيسي، اللي هو العيال والإخوات والنسايب والقرايب، نفس المشهد بالظبط. وده لحد دلوقتي كلام جلال هريدي. كلامه عن عيلة عبد الناصر وفسادها أغضب عبد الناصر منه. أول ما خرج جلال هريدي من سوريا اتخطف على حدود لبنان واتقبض عليه واتبعت لمصر. جلال هريدي اتحكم عليه بالإعدام مرتين، مرة في سوريا ومرة في مصر. جلال هريدي فضل مضطهد وممنوع من الظهور ومقموع لغاية أواخر عهد مبارك، سمح له يحضر احتفالية في دار الصاعقة اللي هو مؤسسها. جلال هريدي محدش رجع له كرامته ولا كرمه ولا اداله رتبة عسكرية غير المدني المنتخب الراحل محمد مرسي الله يرحمه. رد الأمور لنصابها، كرم جلال هريدي ده ومنحوا رتبة فريق فخري، وكرم برضو أسرة الفريق سعد الدين الشاذلي. مرسي اللي كانوا بيقولوا عليه ضد الجيش وعايز يفككه كان بيكرم رجالة الجيش الحقيقيين اللي اتهانوا في عهد رؤساء بخلفية عسكرية. مرسي كان بيلم لحم الجيش اللي نهشوه ضباط من الجيش. مرسي كرم جلال هريدي ده، والصورة موجودة. مرسي يمنح اللواء جلال هريدي رتبة الفريق الفخري. ادي الصورة، ومحدش هيقدر ينفي ده الرئيس المدني محمد مرسي، وده الفريق فخري او اللواء في الوقت ده جلال هريدي اللي بيكرمه محمد مرسي وبيديله رتبة الفريق الفخري. حتى حزب جلال هريدي ده
بقى حزب من الموجودين اللي بيأيدوا السيسي. حبيت بس أوريكم نوعية الأحزاب اللي موجودة، كلها أحزاب بخلفية عسكرية، اللهم إلا الحركة المدنية. والحركة المدنية رجل قدام ورجل ورا، وكل يوم بيقولوا هننسحب من الحوار الوطني. لا مش هننسحب، هنصبر، هنراقب. وممكن كمان يبقى معاهم حزب زي بتاع محمد أنور السادات، بيحاول يحسس على أوتار السياسة علشان ما يقطعلوش الأوتار. لكن غير كده مفيش أحزاب مدنية. علشان كده عبد الفتاح السيسي نفسه ملوش حزب، ما عندوش حزب. يعني ممكن يبقى مستقبل وطن بتاعه أو بيدعمه، بس هو مش عايز يقول إنه تبع حزب معين. عارف ليه؟ لأن كل الأحزاب دي بتاعته وفي جيبه، ولازم الكل يركع ويقدم فروض الولاء والطاعة. ولا أنتوا عارفين يعني إيه المصير لو ما قدموش فروض الولاء والطاعة لقزم مصر اللي عامل نفسه كبير. خلوني أقول لكم على معلومة مهمة. امبارح كلمتكم عن أزمة ومشكلة حصلة بقالها سنة وشوية في حقل ظهر بسبب عبقرية عبد الفتاح السيسي اللي انتوا عارفينها. استعجلهم في الإنتاج، فاستعجلوا فعلا، وبدل ما ياخدوا من 6 ل 8 سنين عملوا وصلوا لذروة الإنتاج في 28 شهر، فحصل تسريب مية داخل الحقل وعطلت الإنتاج ونزلته تقريبا الربع. الأزمة دي عملت عجز في صادرات مصر من الغاز، وبالتالي فقدنا عملة صعبة كانت بتيجي، وعملت أزمة في الكهرباء لأن مفيش إمدادات غاز كفاية بتروح لمحطات التوليد. فطلعت الحكومة كالعادة بعد ما احنا قلنا الكلام ده، احنا وغيرنا ومدى مصر هي اللي كانت المصدر الأول، بعد ما تقال الكلام ده طلعت الحكومة تقول لا مفيش مشاكل في حقل ظهر وكله زي الفل. ادي الخبر اهو، الحكومة الكلام ده امبارح، النهاردة الحكومة تنفي وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الانتاجية للحقل من الغاز الطبيعي. بسرعة يطلع يرد عليك. طيب مش انا عايز اصدقكم، احنا ما عندناش مشكلة في حقل ظهر، وما عندناش مشكلة في محطات الكهرباء، بل بالعكس الوزير قال المحطات قدرتها تنتج اللي احنا محتاجينه والزيادة. ودلوقتي وزير خالد الملط ده بتاع البترول قال ما بنصدرش غاز علشان احنا محتاجينه الاحتياجات المحلية. يبقى الكهرباء جاهزة والبترول جاهزة. طيب يعني السؤال بقى، هو الكهرباء بتقطع ليه؟ لو عندكم إجابة قولولنا. طالما كله تمام والدنيا زي الفل، الكهرباء بتقطع ليه؟ عندنا غاز كفاية، وعندنا محطات كفاية، ومفيش مشكلة في حقل ظهر، وما بنصدرش غاز، يبقى المشكلة فين؟ أقول لكم، تعالوا نسيبنا من السؤال ده، لأن احنا مش هيتقلنا إجابات من طرف السيسي وإعلامه غير اصبروا وكفاية علينا الأمن والأمان، والمهم ما نؤذي سوريا والعراق والسودان وتايلاندا والكلام اللي انتوا عارفينه. خلونا نروح لسؤال حلقتنا النهاردة، وده برضو سؤال مهم سألناه لحضراتكم على القناة بتاعت مكملين على اليوتيوب، وكانت المشاركة زي كل يوم مشاركة وتفاعل كويس جدا. تعال نشوف يا سيدي السؤال والاختيارات وإجابات حضراتكم. جاهزين؟ هات يا سيدي، هات ورينا كده تفاعل الناس، لأن ده برضو من أدوات التفاعل إن احنا نسأل حضراتكم وتعلقوا أو تشاركوا في الاستبيان. سألنا قلنا عزيز المواطن، إعلام السيسي بيقول لك مش مهم كهرباء، المهم الأمن والأمان، ودينا لكم أربع اختيارات. شارك معانا لحد دلوقتي حوالي 4500 صوت. سألناهم إيه الأهم، الأمن والأمان أهم ولا محتاجين كهرباء ومحتاجين الأمن والأمان، ولا مش مهم كهرباء كفاية إنجازات السيسي، ولا العاصمة الإدارية منورة وده كفاية. 3% قالوا الأمن والأمان أهم، 80% قالوا احنا محتاجين كهرباء ومحتاجين أمن وأمان، 4% قالوا مش مهم كهرباء الكفاية إنجازات السيسي، 12% قالوا العاصمة الإدارية منورة وده كفاية. منتهى الشفافية بنعرض على حضراتكم النتيجة، ومنتهى الشفافية هنعرض على حضراتكم أراءكم والتعليقات اللي انتوا كتبتوها ما بين مؤيد معارض مهادن ناقد بيهاجمنا ايا كان. احنا هنا
بننقل صوت الناس كما هو. دي المصداقيه والشفافيه اللي مش هتلاقوها في اعلام تاني غير هنا في استديو صوت الناس. طيب صوت كتب لنا او احد المعلقين قال محتاجين نعيش في بلد محترم زي اي حد، في كهرباء وفي امن وامان وتعليم وصحه وحريه. صوت تاني قال هو مش قبل كده قال الحاجه اللي تغلى ما تشتروهاش، يعني نبطل اكل وشرب وبلاش كهرباء. ده ايه الحكم ده؟ ايه الحكم السيء ده؟ غلب حكم قرقوش، الشعب يموت احسن. اما مشترك اخر بيقول لنا ضحينا بالجنين علشان الام تعيش، وضحينا بالام عشان الاب يعيش ويدفع مصاريف المستشفى. مشاركه ثانيه من مشارك ثاني بيقول تضيع الحقيقه ما بيننا ويصلي البريء مع المذنب ويهضم فينا الامام الحكيم ويهضم فينا الامام الحكيم ويكرم فينا الجهول الغبي. وكم غضب الناس من قبلنا لسلب الحقوق ولم نغضب. كلمات لحافظ ابراهيم. حافظ ابراهيم ده حتى عايزين يشيلوا قبره الله يرحمه. تعليم محمد بيقول محتاجين شعب وحاكم ومسؤولين عندهم ضمير، يعني معنى كده كله عاوز يتغير الا من رحم ربي. المهم العاصمه تكون منوره، انما احنا منورين في بلدنا، ده راي تاني. سامي اسماعيل بيقول نحن من يصنع الامن والامان. يرد عليه تعليق تاني بيقول لا امن في وجود السيسي. مشارك تاني بيقول لنا حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين واعوانهم. اما هشام بيخش يقول لنا، هشام حاطط علم امازيغي، لا سبيل الا بالقوه. محمد بيقول محتاجين ثوره. اما مشارك آخر بيقول لنا الكهرباء جزء من الامن والامان. مصطفى يقول له ايه علاقه الكهرباء بالامن والامان؟ يعني ينفع نقول النخله اطول ولا القطار اسرع؟ الموضوع كله ان من يدير الدوله لا يفقه شيء عن الاداره. محمد يقول محتاجين شعب يثور لحقه. سمير يقول محتاجين كرامه، محتاجين نهايه عهد الساده والعبيد، محتاجين امام عادل. اما التعليق اللي بعد كده كان او مكتوب فيه لا امن مع الجوع ولا امن مع الخوف ولا امن مع المرض ولا امن مع الظلم، باختصار لا امن مع حكم العسكر. اما فتحيه بتقول مفيش امن وامان من غير استقرار نفسي ومعيشي. اشرف يرد يقول انعدام الكهرباء سيؤدي الى غضب شعبي وبالتالي لن يكون في امن ولا امان. احمد جمال بيقول محتاجين تغيير النظام الفاشل، محتاجين تغيير كل الفساد الاعلامي. الرأي اللي بعد كده بيقول لنا للأسف الشديد مصر محتاجة قوة للتغيير، لا يوجد أمن ولا أمان، الأمن في القوة والتغيير أولا. نختم بدي. طيب نختم بدي علشان نروح لموضوع حلقتنا النهاردة اللي بنسأل فيه ومحتاجين نسمع منكم، إيه علاقة الأمن والأمان بالكهرباء؟ إيه علاقة الأمن والأمان بالكهرباء؟ أنا بقول لك عايز كهرباء ترد تقول لي مش كفايه عليك امن وامان؟ يا جماعه عيب تمنوا على الناس، احنا مش اقل من حد. مش علشان تجاملوا القزم بتاعكم المختل الغبي الاحمق تقللوا من شعب مصر. في عهدك الضلمه بقت بالمواعيد، في عهدك الموت بالمواعيد، في عهدك الوفيات والقهر بقى بالمواعيد، في عهدك الاعدامات بقت بالمواعيد، في عهدك قطع الميه بالمواعيد، الحوادث بالمواعيد، القهر والذل وقله القيمه بالمواعيد، الحزن والغم اللي مالي بيوت الناس بالمواعيد، قله القيمه وضياع هبه مصر بالمواعيد، قله الكرامه واذلال المصريين بالمواعيد، في عهدك خراب. بمنتهى البساطه مفيش فيكم حد راجل، مفيش فيكم حد راضع لبن حلال يطلع يقول اللي بيحصل في مصر لا يرضي ربنا ولا يرضي عبيده. مفيش فيكم حد يطلع يقول كفاية الشعب ده ما يستحقش انه يعيش بالشكل ده. مفيش فيكم حد عنده دم او كرامة او نخوة يقول المصريين اعظم من ان يتعمل فيهم كده من واحد زي ده ايا كان متسلط علينا ولا هو فاشل وغبي. مفيش فيكم حد يطلع يقول لله وللوطن مصر أعظم وأكرم وأشرف من الحالة اللي هي واصله له. مفيش فيكم حد خايف على مستقبل عياله؟ بلاش تخاف على البلد،
مش خايف ابنك يطلع موطي راسه مش عارف يقول انا مصري؟ مفيش فيكم حد بيحب البلد دي بجد وبيخاف عليها بجد من غير لقطه ومن غير حساب في البنك؟ اتصلوا بينا يا جماعه قولوا لنا ايه علاقه الكهرباء بالامن والامان، وليه ما يبقاش عندنا كهرباء وامن وامان وصحه وتعليم ودوله حره شريفه نرفع راسنا فيها؟ كلمونا على الارقام اللي قدامكم بشكل مباشر او ابعتوا لنا واحنا نكلمكم، او كلمونا على السيجنال لان الواتساب فيه مشكله، السيجنال والتليجرام وايمو، لان الواتساب لحد دلوقتي عندنا بيقولوا لي فيه مشكله، وفي مصر طبعا فيه مشكله. طيب عندي تقرير عايز اعرضه على حضراتكم، وبعدين نفتح استديو صوت الناس، بيت الناس ومطرحها فعلا مكملين، مستنيكم بعد التقرير. ما بنتكلم على الامن والامان في مصر، والله ما هم كلمتين وبس، لا كلمتين غاليين قوي وتقال قوي، وشعوب كتيره قوي 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 محرومين منها. كنت بتكلم مع حضراتكم على اللي بيحصل في السودان او اللي بيحصل في اي دوله تاني، كنت بقول وانا دايما تعرفين انا براهن على المراه المصريه طول الوقت. الحمد لله على نعمه الوطن، كلمة دايما هتسمعها لو بتشوف إعلام النظام الأيام دي. بالكلمة دي بيعتقد أنه بيواجه بها سيل انتقادات وحالة الانفجار الشعبي المكتومة بسبب انقطاع الكهرباء بالمواعيد. هتلاقيه دايما يقولك بس عندنا أمن وأمان. غريبة قوي، محدش في الدنيا كلها بيتخير بالشكل ده. مفيش حاجة اسمها مش لاقيين ناكل بس عندنا أمن وأمان، أو مفيش حاجة اسمها الكهرباء بتقطع معلش بس عندنا أمن وأمان. الإعلامية عزة مصطفى بتقول للناس الكهرباء بتقطع آه بس عندنا أمن وأمان، وهو انقطاع الكهرباء يا فندم مش انعدام أمن وأمان. الناس اللي بتشتغل من البيت بالكمبيوتر مش مهددة؟ الأفران، المصانع، المستشفيات اللي قطع فيها الكهرباء مش انعدام أمن وأمان؟ وبعدين الموضوع يا يجي كله يا ما يجيش كله، مفيش فيها فصال دي. يعني المفروض يبقى فيه مرتبات مجزية مع خدمات للمواطنين بالتوازي مع تحسين البنية التحتية، كل ده ما ينفعش ينقص منه حاجة. أما فكرة إنك تخيري الشعب وتحاولي تقولي له بص النص الكوباية المليان، فدي طريقة عبقرية جدا لو قلتيها لبنتك في البيت، إنما الشعب ما يتقلوش كده، لأن الحكاية واضح إنكم نسيتوها، وهي إن الرئيس ونظامه بيشتغلوا عند الناس مش العكس، وبالتالي نجاحه يكمل إخفاقه ويتكل على الله. فكرة التطور في العالم كله مبنية على التوازي، يعني التعليم والصحة والمنشآت والبنية التحتية والتقدم التكنولوجي ووسائل الرفاهية، كل ده لازم يطلع بالتوازي. ما ينفعش نقول لحضراتكم احنا هنشتغل على التعليم بس والصحة ربنا يسهل بعدين بقى، لازم كله يطلع مرة واحدة ويتحسن بالشكل ده، وما عدا ذلك هو ضحك على الدقون ووسائل دفاع بتقولوها عشان تحموا نفسكم وفلوسكم من اي ضرر. ايه علاقة الامن والامان بالكهرباء اللي بتقطع والمدارس البايظة؟ ايه علاقة ان احنا كل ما نتكلم عن حاجة احنا محتاجينها في حياتنا يقولوا لنا مش احسن ما نبقى زي مين؟ انت جاي ليه؟ علشان نبقى احسن من مين الفشلة؟ وليه ما كنش زي دبي والرياض؟ ليه ما كنش زي الكويت والدوحة؟ ليه ما كنش زي فرنسا ولندن؟ ليه ما كنش دولة كبيرة زي ما كنت دايما قبل ما تحل علينا حقبة الجمهورية، سكانت بقى قديمة ولا جديدة؟ نسأل أحمد من مصر اللي معانا على التليفون. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. السلام عليكم أستاذ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله. إيه العلاقة بين الأمن والأمان وإن إحنا بنقول لهم عايزين كهرباء؟ هقول لك أستاذ أحمد. اتفضل. بس أنا عايز أكلم عزة مصطفى، عايز أكلم عزة مصطفى وسيد علي ومحجوب عبد الدايم ولميس والحسيني وعمرو أديب وأحمد موسى ونشأت والبزفندي وغيرهم من الخونة والمطبلاتية المجرمين دول يا أستاذ أحمد، ممكن يبيعوا شرفهم من أجل المال. بس أنا هسأل سؤال واحد فيهم لو عنده كرامة ورجولة يقول لي أو يرد عليا، لو كان واحد منكم مرتبه 3000 جنيه في الشهر هيكون رد فعلكم يا خونة يا مجرمين؟ دول مكانهم يا أستاذ أحمد في الهند عباد البقر وعباد الفيران وعباد الكلاب، إنما في مصر دول مكانهم ما ينفعش، دول شوية خونة مجرمين وهم السبب في اللي بيحصل في مصر، وهم اللي دعموا الإجرام، وهم المجرمين الأساسيين اللي المفروض أول ناس يتحاكموا محجوب عبد الدايم وعزم مصطفى وسيد علي والحسيني وشوية الخونة المتبلاتية المجرمين. شكرا. يبقى الأستاذ أحمد شايف إن هم جزء لا يتجزأ من النظام بيدافعوا عن رقابيهم. أبو أنس يا ترى رأيه إيه في أداء إعلام السيسي
اللي كل ما نقول له على ازمه يقول لنا الامن والامان. اتفضل يا استاذ. تحياتي لك يا استاذ احمد وسط البرنامج، شكرا للاستضافه وبركاته. تحيه لحضرتك يا فندم. هو النظام من ساعه ما جاء من 72 سنه بيتعامل مع الشعب بنظام المقايضه. يعني ده مش نظام ولا مسؤولين في دوله ولا مؤسسات، لا ده مقايضه في كل شيء، والوطنيه هم اللي من حقهم الوطنيه والحريه هم من حقهم والثروه هم من حقهم، انما الشعب يتداس تحت بياده العسكر ويجوع ويصروا عنه الكهرباء ودمروا الاقتصاد. فصل الكهرباء ده حيخلي يحصل مجاعه في مصر بخلال 3-4 شهور، يعني الموضوع لو استمر لغايه اخر السنه في مجاعه رسمي مش هتلاقي اي حاجه، لان الكهرباء مرتبطه بكل حاجه. دول شويه مجرمين ولا عندهم امن ولا امان، انت مش عارف تمشي في الشارع، مش امن على بيتك ولا على اولادك ولا شغلك، امن في ايه؟ انت مش امن تعمل كشك سجاير، مش امن تعمل كشك يعني تاخد ترخيص مثلا من مجلس مدينه وتعمل كشك تبيع فيه، امن في ايه؟ دول بيخشوا بيتك ويسرقوا اللي فيه، فين امن؟ يعني سرقه تحت تهديد السلاح من بيوت الناس، يعني محمود توفيق ما دخلوش اتحرش بمراته وخدوه قتلوه، فين الامن والامان؟ على قولتك والله يا ابو انس، يعني واحد على قولتك والله الراجل في 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 اسكندريه صار لمراته والعرضه خدوه قتلوه. اشكرك جدا على انك بتذكر الناس. محمد من ايطاليا، استاذ محمد اهلا بيك. السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام ورحمه الله. يعني امن وامان في مصر كفايه، مش لازم يبقى عندنا كهرباء ولا دواء ولا تعليم، كفايه علينا الامن والامان والسيسي. ده هم استاذ احمد حتى الامن والامان فاشلين فيه. هو فين الامن لما واحد مواطن يبقى في المحل بتاعه ويضرب بالنار 3 طلقات، ولما واحد يجي يقضي اجازته يترس هو وعيلته تحت عربيه من بتوع الجيش، واحد يضرب من بتوع فين الامن والامان؟ لا ده فاشل حتى في الامن والامان، عشان جوه احنا كل مره ناخد لازم ناخد ببلد فاشل، يبقى انت مش قادر تحكم البلد، يبقى سيبها وامشي طالما انت فاشل حتى في الامن والامان. وكل شويه نقول زي سوريا والعراق والسودان، واحنا ليه ما نبقاش زي ما انت قلت، نبقى زي دبي والامارات ونبقى زي اليابان ونبقى زي سنغافوره والبلاد اللي بتنجز دي؟ ليه كل حاجه الامن والامان؟ امن اذا انت فاشل في الامن والامان. شكرا يا محمد بشكرك، هرجع لمصر ومعايا جمال. استاذ جمال اهلا بيك. اهلا بيك استاذ جمال. مش تحمدوا ربنا على الامن والامان؟ عايزين كهرباء كمان. يا عم الحاج ما احنا حامدين. كمل كلامك يا استاذ جمال. طب نشتري منين الامن والامان بتاعهم ده؟ ما هو موجود، انت مش عايش في امن وامان؟ ازاي يعني من طول الليل والنهار من غير مراوات ولا ميه ولا اي حاجه؟ طب والحلول ايه يا استاذ احمد بعد كده طيب؟ الحلول؟ عندك حل تقوله لنا؟ انا سامعك والناس سامعاك. ما الواحد اتخانق خلاص. بصراحة الواحد اتخنق وما عادش قادر يعيش. نعمل ايه طيب؟ أنا سامعك، قول لي. لو ما عندكش حل ممكن نسأل الناس. ما هو أنا نفسي في حل، أنا نفسي في حل. طيب احنا ممكن يوم الخميس إن شاء الله نعمل حلقة جدا. ممكن لو ما فيش حدث يعني نسأل الحل يوم الناس يوم الخميس، إيه الحل؟ ياريت ياريت إن شاء الله. يا ريت والله وكبه. ان شاء الله يا جمال بشكرك، وان شاء الله لو ما فيش حدث نكلم الناس ونسالها عادي جدا. نروح لاسبانيا نسال الاستاذ سمير على موضوع الامن والامان في اسبانيا. مش كفايه ولا في امن وامان وكهرباء وتعليم وصحه؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ سمير، اتفضل. اخي انا يمكن نسيت اللغه العربيه. نعم. الامن والامان هما كلمتين. الامن نعرفه، الامان ما عرفتوش انا في مصر. ليه بس؟ خير. الامن مع الامان هي كي تكون عداله اجتماعيه. يكون صحه وتعليم وكل شيء. سمعت؟ ولكن هذو ما كاينش، كيفاش يتكلموا مع الامن والامان؟ هذا اللي يعني هذا اللي دوخني، تشتعب المصري ما فهمش يسمع. سمير انت مغربي صحيح؟ جزائري. كلنا اخوات. بشكرك يا سمير. سمير يا جماعه راح مصر قال لك امن موجود بس ما فيش امان، امن موجود عشان في بوليس وبتاع بس ما فيش امان. ده سايح، وسايح عربي مش موتور منك ولا حاجه، اخوك وكان رايح علشان يتفسح عندك وما لقاش امان.
طب امبابي من مصر وابن امبابا وامبابا ايه كلها ونس والناس جنب بعضها. ازيك يا امبابي عامل ايه؟ الله يخليك يا استاذ احمد، اخبارك ايه؟ قول لي انت اخبارك ايه واخبار الامن والامان؟ انت عايز امن وامان وكهرباء؟ ايه يا عم ده؟ انت هتنهب؟ اه هنبقى طماعين كده. الحمد لله يا استاذ احمد. اقول لحضرتك على حاجه بالنسبه للامن والامان اللي حضرتك بتتكلم، احنا بقالنا اكتر من 10 سنين لا في امن والامان. الامن والامان لما اشوف ضابط شرطه ولا ضابط جيش ابقى مطمن، لما اشوفه مش هب، لما اشوفه ابقى مرعوب منه. الامن والامان لما اخش اسم شرطه ابقى اخد عشان اعمل محضر ولا اعمل اي حاجه ابقى مطمن، مش خايف ان انا داخل بيت رعب وخايف يبهدلوني وما اطلعش تاني. الامن والامان لما امشي في الشارع ما الاقيش بلطجيه ثبتوني في الشوارع دائري وهنا 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 والحته دي كلها. امن وامان ايه اللي بيقوم يفضلوا طول عمرهم يضحكوا علينا كده؟ الاعلام المجرم دوت، يعني الاعلام الفاسد اللي ما عندوش ذمه من الضمير ولا عنده احساس ولا عنده اي حاجه ولا بيخاف على الشعب ولا بينزل يشوف، ينزل الشارع بكاميرا ويسال الناس ويكلم ده ويكلم ده. طب والله العظيم يا استاذ احمد النور لسه قاطع دلوقتي بقاله 10 دقايق، يعني انا بكلمك والدنيا عاتمه بس هعمل ايه؟ يعني بوريك احنا فين بقى الامن والامان، النور يقطع عليا وانا قاعد في الضلمه في عز الحر دوت. يعني الحمد لله يمكن الساعه 6 دلوقتي، يعني ها شويه الحر خف شويه، فين بقى الامن والامان؟ ده شويه مجرمين وخونه، يعني المفروض الناس تتحاسب والله لو في بلد فيها قانون حاسب الناس ديت، لكن للاسف. شكرا ليك يا امبابي، دول المفروض يتحاكموا، ده كلام امبابي. ام محمد اللي معايا من مصر، اتفضلي يا ام محمد. السلام عليكم يا استاذ احمد. عليكم السلام ورحمه الله. عندنا امن وامان كفايه قوي، انتوا عايزين امن وامان وكهرباء وتعليم واكل وشرب ودواء، ليه كده؟ ليه الطمع ده يا ام محمد؟ ايوه يا استاذ احمد عندنا امن وامان، امال الناس اللي بتتقتل في الشوارع ده يا استاذ احمد، والناس اللي بتتسرق في المحلات ده يا استاذ احمد، والناس اللي بتموت في الشارع يا استاذ احمد، العيال بتتخطف في الشوارع يا استاذ احمد، هو احنا ماسكنا يا استاذ احمد ناس محترمين عشان نبقى في امن وامان؟ احنا ما تقنع عقوبة مجرمة يا استاذ احمد. ما يمكن الاخوان اللي بيقتلوهم يا ام محمد علشان هم عايزين يفشلوا السيسي. خلاص الشماعة دي يا استاذ احمد وقعت من زمان، الشماعة دي وقعت من زمان يا استاذ احمد. شماعة الاخوان وقعت خلاص، كل سنة وانت طيب. الشماعة دي مش نافعة اليومين دول؟ خلاص انتهت بقى. ليه بس كده؟ زعلتيني، انا فكرتها شغالة. الشماعة وقعت من زمان بتاع الاخوان يا استاذ احمد، خلاص نشوف لهم شماعة تانية. ماشي، شكرا يا محمد، بشكرك، سلمنا على اهل المنصوره. عاصم من ليبيا معانا، اهلا عاصم. السلام عليكم. عليكم السلام، ليبي ولا مصري؟ لا ليبي، اهلا وسهلا بك. ليبي، شن احوالك؟ الحمد لله الحمد لله. ايه رايك في الامن والامان؟ مش نعمه برضو؟ ليه امن وامان وكهرباء؟ كده طمع. بالنسبه للبرنامج قطع الكهرباء، احنا في ليبيا مرينا به مرينا به فترة طويلة، يعني الفترات هذه خاصة من بعد 2014 لحد دلوقتي مرينا به، يعني احيانا تنقطع. السنة الماضية تنقطع القطاع لغاية 8 ساعات 12 ساعة و14 ساعة، لكن الحمد لله السنة هذه كويسة يعني دائم. حضرتك فين؟ يعني حضرتك فين في ليبيا؟ شرق ولا غرب؟ في طرابلس. طرابلس العاصمة. دبيبة. السنة هذه يعني ما عندناش أحمال طبعا، لأن في استقرار في الحكومة بالنسبة لحكومة دبيبة. صحيح. والحمد لله الأمور بدت محل. برنامج مصر أنا شايفه يعني برنامج كبير، بس يا عاصم مصر وضعها مختلف، لان احنا ما عندناش حاله الاحتراب اللي كانت حاصله بين يعني حفتر بيهجم على الغرب كان زمان، يعني لو انت فاكر مصر ما فيهاش كده، وفيها عبد الفتاح السيسي قاعد على الحكم بقاله 10 سنين. تتخيل ان بعد 10 سنين لسه بيقطع الكهرباء عن الناس؟ ده منطق؟ هو محتاج، هو يصدر الغاز يحتاج. شكرا يا عاصم، يعني فضيحة عالمية. يعني عاصم بيقول لك هو محتال عايز يصدر الغاز، انا عايز اقول لك انه كمان ما بيصدرش، ده بسبب رعونته الحقل بقى فيه مشكلة في الانتاج، فاحنا يعني ربنا عالم بحالنا، يعني على الله حكايتنا تماما يا عم عاصم. بشكرك وتحياتي ليك والاهل ليبيا الحبايب. مصري من الصعيد، اهلا يا مصري. اهلا يا استاذ احمد، عامل ايه اخبارك؟ الله يخليك، اخبار الصعيد ايه على حسك؟ والله بنتحاسب يا استاذ احمد، والله في الفرن. الله يعين الناس.
مواطن الناس يا مصطفى. طب ايه اخبار يعني الامن والامان بقى؟ مش كفايه عليك؟ لا والله يا بيه، وانا في امن بس ما فيش امان. الامن موجود في كل شيء، في كل حته تمشيها تلقى الامن موجود، وتبص له كده تحس بالك كانه عايز يخلص عليك، كانه انت بالنسبه له شيء مش موجود، شيء يعني مالكش تعمل في البلد دي. طب هو ليه يا مصري احنا دايما يخيرونا؟ يعني مثلا يقول لك ايه، تتغدى ولا تتعشى؟ يعني تشتري كذا ولا ليه ما ينفعش امن وامان وكهرباء؟ يعني ليه مش مع بعض؟ احنا الا من الناس ولا ايه؟ بسبب واحد يا بيه، احنا اصلا واخد لبالك ما عندناش راي، ما عندناش حريه، ما عندناش واخد لبالك كلمه، ما عندناش لا بقصد الكلمه ما عندناش قيمه للحق، ما عندناش اي اعتبار. فهو قدر يعني بقول لك كده من باب التفضل عليك مش اكتر. وفي حاجه يا استاذ احمد والنبي عاوز اقول لك عليها برضه. قول يا مصر، القنوات كلها تتكلم فيها. البنت بتاعت السويس البطله اللي طلعت بيا، وخلي بالك ومحتاجينها دلوقتي اليوم 4 أيام ولا 5 أيام ومحدش متكلم عليها. انا اتمنى من جميع القنوات الحريه اللي احنا بنتفرج عليها، بس انا ما بتفرجش على قنوات الاعلام البغال ده، عشان عارفين هم اصلا بيقول لها كله بيجي من السامسونج. يا ريت كل القنوات تتكلم عليها، احنا ما عارفينش عنها اي حاجه، وعارفين معتقل ولا عارفين عمادك ولا عارفين اتحبسوا. فيا ريت اتكلموا عليها شويه. حاضر، احنا اتكلمنا وهنفضل نتكلم عليها، وربنا يا رب يعجل بفرجه عليها وعلى كل المصريين اللي في سجون الظالمين. بشكرك يا مصري، تحياتي ليك ولاهل الصعيد. علي من مصر معانا، اهلا يا استاذ علي. مساء الخير يا زحمه. مساء الفل، اخبارك ايه؟ الله يخليك. النور يعني شغال ولا استاذ نور شغال ولا والله العظيم لسه جاي قبل الحلقه بتاعتك ب 10 دقايق. حظنا حلو عشان تتابعنا يا علي. الحمد لله. بقول للاستاذ عزه مصطفى، يعني انت كان عندك كانسر، اتقي الله، اتقي الله لا يرد عليك تاني، وكلمي بما يرضي الله. ما ينفعش يبقى في امن وامان وفي كهرباء وفي رفاهيه وفي زي اي ناس في العالم. اتقي الله، انت تنزلي من الاستوديو تركبي عربيتك وتروحي الفيلا. ما تبصيش، سيب الناس الغلابه، ما تحرقيش دمنا اكتر من كده. وبعدين يا استاذ احمد، بقول لك ايام سد النهضه ده كان بيقول لاثيوبيا انا هديكم الكهرباء وسيبكم، كنت هتديهم الكهرباء منين؟ يا راجل يا فاشل، انت كنت هتديهم الكهرباء ازاي وتسيبهم من سد النهضه؟ تشتغلنا؟ انت بتشتغلنا؟ اقسم بالله يا استاذ احمد، الراجل ده في الاخر هيطلع اسمه عمير ومحمود. بغض النظر يا علي، هو بغض النظر اسمه ايه، بس فعله يكفيه. بشكرك يا علي. في نهايه الفيلم هيطلع اسمه عمير. يا شعب مصر بشكرك يا علي. طيب انا عايز اطلع اشوف فيديو على عدد جرائم القتل العمد في مصر وحجمها وتطور اعدادها بعد الانقلاب العسكري، علشان نشوف الامن والامان اللي احنا عايشين فيه. ورونا يا جماعه الامن والامان. معدل الجريمة في مصر يزداد بشكل حاد. باتت مصر تحتل المركز الرابع عربيا والسادس عشر افريقيا والرابع والعشرين عالميا في جرائم القتل بحسب تصنيف نومبيو لقياس معدلات الجرائم بين الدول. حالات قتل المواطنين تأتي بسبب الفقر. سجل عدد جرائم القتل العمد عام 2010 774 جريمة، لكنه تضاعف 3 مرات عام 2014 ليصل إلى 2890. بلغ عدد جرائم العمد عام 2015 نحو 1711 جريمة، وبلغ عدد جرائم العمد عام 2016 نحو 1532 جريمة. بلغ عدد جرائم العمد عام 2017 نحو 1360 جريمة. زادت معدلات جرائم القتل العمد عام 2018 بنسبة 130%. في العام نفسه زادت جرائم السرقة بالإكراه 350%. تسجيل زيادة في أعداد المسجلين خطرا ارتفع بنسبة 55%. وتشير الأرقام الرسمية وجود نحو 92 ألف بلطجي في مصر. شملت الأسباب تكوين تشكيلات عصابية جديدة من الشباب العاطلين،
وهو ما اختصرت وزارة الداخلية تسميته بالظروف الاقتصادية وسهولة تنفيذ البعض لجرائم السرقات بسبب قصور المواطنين في وسائل تأمين ممتلكاتهم. أمة الله معانا من مصر، أمة الله الأمن والأمان ولا الكهرباء ولا كلاهما سويا؟ تفضلي يا أمة الله. أيوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك أول امبارح الكهرباء قطعت عندنا هنا، فبتاع دوت يا ربي في مكتب مقاولات وبالتالي في فلوس، عيال بتشرب مخدرات كسروا المكتب، بس في واحد فراش كان نايم جوه جاب شومة وضربهم، وضربهم جامد واتهدلوا يعني جامد. حضرتك لقى الناس اتلمت وكده وكانت الكهرباء قطع. عارف حضرتك الناس قالت ايه؟ لما جه يعني صاحب المكتب وكده قالوا له طب سيبهم يسرقوا، ده هيسرقوا حاجة بسيطة وهيجروا. شوف شوف حضرتك احنا وصلنا لايه؟ يا سلام. وكانت الكهرباء والله كانت الكهرباء قطع. بس امن وامان برضو يا أمة الله، المهم المهم الامن والامان. عيال بتشرب مخدرات وقاعدين، وشباب كتير قوي بيشربوا مخدرات والدنيا بايظه. ده المخدرات بتاعي بقت تتباع في الماركت، يعني انا مش عارفه سبحان الله. نعم بلا بشكرك يا أمة الله. اذا لا امن ولا امان ولا خدمات ولا كهرباء. ام محمود يا ترى رايها ايه في انهم بيقولوا لنا الاعلاميين بتوع السيسي بيقولوا لنا كفايه الامن والامان مش مهم الكهرباء؟ اتفضلي يا فندم. يا ام محمود، ام محمود انا سامعك. طيب يبدو ان ام محمود مش معانا. شكرا ليكي واهلا بيكي في اي وقت. الاستاذ احمد من هولندا معانا، اهلا بيك. اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الامن والامان في الساحل الشمالي لما تشوف صبري نخنوخ وراه جيش من البلطجيه والحمايه بتاعته الخاصه اللي طلع افراج صحي، والتكاتره والمهندسين في السجون دول اللي قطع ايد عليهم الكهرباء اللي بيموتوا كل يوم ما حدش بيسال عنهم. ونخنوخ النهارده في الساحل الشمالي بقت دوله داخل دوله، وكلهم النهارده مش عارفين الناس دي هتوصلنا لفين ولحد فين، ولا في امن ولا امان، والدوله راحت واللي بيحكمها لقى النخنوخ وشويه البلطجيه. وشكرا اخ احمد. شكرا ليك، بشكرك يا استاذ احمد، شكرا ليك. البلد ملهاش ممسك، ملهاش منطق، هي كده زي ما الباشا عايز. معايا اتصال. ام محمود رجعت لنا، اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام يا ام محمود، اتفضلي. اتمنى تكوني تحياتي لحضراتكم. تحيه ليك. اتمنى تكوني سمعت سؤالي. لا والله الاعلاميين بيقولوا لك مش مهم كهرباء، كفايه الامن والامان، ايه رايك؟ طب قبل الاعلاميين، قبل الاعلاميين حضرتك بالنسبه للاستاذ عزه مصطفى، اعتقد هي كانت على ايامي انا وانا طفله، كان بتقدم برنامج سينما الاطفال. اعتقد اول تعريضه ليها حضرتك انا فاكراها لحد دلوقتي، طلعت حبه اطفال كده وقالت لهم انتوا نفسكم كل واحد بيحلم يكون ايه. كان حسني مبارك ساعتها عامل الرئاسه اللي هي المسرحيه مع عادل نعمان ده، ففي طفل قال انا عايز اطلع رئيس جمهوريه. اه فانا فاكره الواقعه دي كويس يعني. اه تاني حاجه بقى حضرتك، الامن والامان. اه يكفي الامن والامان حضرتك. الامن مطلع طمانينه الامان بتاع الامان اللي في الناس موجوده فيها في البيت. محدش بيقدر يقعد في بيته مطمئن امن، كل واحد خايف حضرتك اي ضابط يدخل ينتهك حرمه بيته. دلوقتي حضرتك محمود الاحمدي رحمه الله عليه مسكوا اخته وهددوه باخته لحد ما سلم نفسه. في واحد في سيده قبل كده برضو ايام الدكتور غدا عبد المنعم كانت موجوده، وعائشه خيرت الشاطر كانت موجوده، في واحده طلعت هددوا جوزها لو ما اعترفش هيقوموا باغتصابها. اغتصبوها امام زوجها وزوجها اعترف، وبرضه حضرتك اغتصبوها. فين امن وامان؟ بكل اسف. بشكرك يا ام محمود، شكرا ليك. يا ابو هاشم من مصر، اهلا يا ابو هاشم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا ابو هاشم. ازيك يا استاذ احمد، عامل ايه؟ تسلم يا رب، ربنا يخليك. انت عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين، احنا في منتهى الامان الحمد لله. بس هتكلم في شقين وبسرعه، اديني فرصه زي ابو انس كده مش هطول برضه. اتفضل. ماشي، ربنا يبارك فيه. بالنسبه للامن، اه موجود عندنا الامن، بس موجود في التصنت على التليفونات، موجود في التصنت على وسائل التواصل الاجتماعي، موجود على القبض على الشباب في الشارع وتلفيق لهم، موجود في السجون وبهدله المساجين، موجود. ده امن بصراحه وشايف شغله كويس جدا. الامان بقى موجود، عايز اقول للاستاذ عزه مصطفى اللي ظهرت عامله زي ساحره الجنوب على الشاشه قدامي،
اقول لها المظاهرات اللي كانت في الارض المحتله كان الشباب طالع بمنتهى الحريه بينتقد النظام على تغيير ماده في قانون لو اتعملت في مصر هنا كان الكل اللي في الشارع اتضربوا بالنار عشان تغيير ماده. احنا لغينا الدستور ولغينا القانون كله محدش فتح بقه. ده كلام الاستاذ عز مصطفى المحترمه سحاره الجنوب اللي كان على الشاشه من شويه. شكرا يا ابو هاشم اشكرك جدا. كفايه الرساله دي توصل اتمنى توصل لاصحابها. شكرا ليك. محمد من مصر معانا. استاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ محمد هو ليه الاعلاميين في مصر بيستميتوا في الدفاع عن عبد الفتاح السيسي على الصح والغلط؟ عشان مجرمين وظلمه يا استاذ احمد. انا عمري ما شفت في حياتي واحد مجرم وظالم عمال يعني ماشي بظلم وعمالين يدافعوا عليه والراجل اللي كان شديد وقعوا. الامن والامان ده كان ايام سيدنا عمر يا استاذ احمد. خلاص عليه العوض. انا مش عارف المسلمين ما عادش فيها امن وامان ليه؟ مش في مصر بس يا استاذ احمد والله. حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ياخذهم كلهم وهم كل ما قاعد كل ما بيشيلوا في ذنوب واول ناس هتتحاسب ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عبد الله من ليبيا معايا. اهلا يا استاذ عبد الله. السلام عليكم يا اخ احمد. وعليكم السلام. ان شاء الله تكون بخير. بارك الله فيك. انا احب نحييك البرنامج الطيب. الاعداد جوا بيسالوك باهي ماشي الحال؟ الحمد لله. الحمد لله. اتفضل. والله يا منسل الاخوه اللي يقول امن وامان. امن وامان وين بين الناس صعب جعان مش امن وامان. ام تقتل الناس في الشوارع مش امن وامان. ام تاخذ حقوقهم مش امن وامان. ام تقطع عليهم الكهرباء مش امن وامان. ام تمشي الانسان خايف ويرعش ويكفت حواليه في الظله ومش امن وامان. أنت تبيع الناس أرزاقها وتبيع تيران وصنافير وتبيع الغاز لإسرائيل وتبيع كذا وتبيع جميع الحاجات هذه وتقول في أمن وأمان. وبعدين الأخوة هذا بتاع الإعلام سنسلهم يعني هم عايشين عيشة المواطن أصلا. هم زي الأخ اللي قدامك هذا ما يتسماش هذا وهدايا والثاني وغيره وغيره. مين زي الأمن وأمان مين؟ أنت نوصل أطفال ينسحنوا من غير لا أكل ولا شرب. فالنو هذا والطير هارب يقول دلنا الضبعه ودلنا مش عارف شنو. وين الكلام اللي يحكي عليه هذا؟ هي ما تمرش يقول لك ما تقدرش تشيل ما تشيلش هذه اللي خلص اسمها هذه المذيعه هذه. نعم مين مين هذيك اللي كانت امن وامان؟ امن وامان كلمه كبيره. وبعدين الاخ هذا اللي عرفات يتكلم اللي يدافع عن النظام نقول له ايه قرانيه ولا تركوا الذين بنوا فتمسهم تمسك من النار. حتى شد عيون في حياه الدين من الذي شد عيون القيامه. نفس الله يحشرك معاهم انا عرفات. صح لسانك يا عبد الله. بشكرك جدا وانا يعني متفهم لهفه وخوف عرب كتير من حوالينا على مصر. ناس بتحب مصر مش بيحاولوا ينتقصوا. لا الناس من خوفها وحبها على لمصر بيهمهم الامر وبيتابعوا. واضح ان عبد الله متابع وهو من ليبيا وليبيا اهلنا يعني ما فيش بينا سيبك من الحدود والكلام ده مش بتاعنا. احنا اهل في الاول وفي الاخر. بشكرك يا عبد الله وتحياتي ليك ولكل اهلنا تريس اهل ليبيا الطيبين. تامر من مصر. استاذ تامر اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. ليه بيخيرونا دايما وبيعايرونا يا امن وامان يا كهرباء وتعليم وصحه؟ ليه ما يكونش كل حاجه مع بعض؟ والله يا فندم للاسف العسكر قتل الامل وكل شيء في مصر للاسف. وخلانا نتمنى ان احنا نهاجم من البلد دي. ولكن احنا على يقين ان شاء الله مصر هتتقدم ومصر هتبقى كويسة وهتتخلص من حكم العسكر في يوم من الايام. امتى ما اعرفش ولكن عندي امل كبير ان شاء الله. كلنا عندنا الامل ده. تامر بشكرك جدا. شكرا. مشكلة ان بعد الانقلاب العسكري مصر تعرضت يعني لخطر اجتماعي. الامن احنا قلنا ان في امن اجتماعي وامن سياسي. الامن الاجتماعي في البلد مش موجود. تعالى هوريك فيديو عن حالات الطلاق والانتحار والهجره والبهدله اللي حصلت لعصب البلد دي. عصب البلد دي هي الاسره. اهم حاجه وحاجه مهمه جدا لابعد حد هي الاسره وتماسكها. تعالى شوف البلد او الاسره في البلد دي حصل لها ايه من بعد الانقلاب العسكري في 2013. من 2013 لحد النهارده حاولنا نرصد بعض الأرقام للحالة الاجتماعية والأمن الاجتماعي في مصر. شوف الفيدييو ونتعرف على وصلنا لفين. تكشف الأرقام والإحصائيات الرسمية عن حجم ما طال المجتمع المصري
من انهيار خلال 10 سنوات من الانقلاب العسكري عام 2013، وذلك بفعل سياسات رأس النظام المصري عبد الفتاح السيسي. أولاً الزواج والطلاق. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في 15 مايو 2023 وصول نسبة الطلاق إلى 2.5 من كل 1000 من السكان. كشف نقيب المأذونين إسلام عامر عن انخفاض نسبة الزواج في مصر عام 2023، مؤكداً أنها لم تعد تتعدى 320,000 عقد زواج. ثانياً الانتحار. شهدت مصر 2584 حالة انتحار عام 2021 وفقاً لإحصائية صادرة عن مكتب النائب العام، وكانت أكثر الفئات العمرية انتحاراً هي فئة الشباب. ثالثاً الهجرة غير الشرعية. كشفت صحيفة إيو أوبزيرفر أن أكثر من 3500 مصري عبروا البحر الأبيض المتوسط في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، ما يمثل 4 أضعاف المصريين الذين هاجروا خلال نفس المدة من عام 2021 وانتهى بهم المطاف على شواطئ إيطاليا. طيب نرجع للناس ونسألهم. معايا أحمد من مصر. أستاذ أحمد أهلا بيك. اهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مش السيسي قال اطمنوا وما تخافوش؟ راجل محترم، الله يخليك ويبارك فيك. ايوه سيبك من السيسي ده في مثل شعبي بيقول ايه؟ ايوه بيقول يا بخت من بكاني وبكى الناس عليا. ايوه ولا ضحكني ولا ضحكني وضحك الناس عليا. الاعلام بتاع السيسي، الاعلام بتاع السيسي ده ملخصه ليا بخت اللي هو ضحكني وضحك الناس عليا. الاعلام الوطني اللي هو اعلامكم واللي هو اعلامنا، يعني انا ما اتفرجش تقريبا يعني ايه 80% على الاعلام اللي انتوا بتقدموه، و20% من الاعلام اللي هم بيقدموه عشان افهم الوضع ازاي. لقيت الاعلام الموالي للسيسي ده هو اللي ايه ماشي عمال يدي مخدرات ومسكنات وي وي وبكره وبكره وبكره. دلوقتي الامن اللي بيتكلموا عليه، الامن والامان والقصه دي، فين الامن الغذائي؟ ده اهم بند. لما الكهرباء تقطع الحرامية ما هتنتظر الوقت اللي الكهرباء هتقطع فيه، وحيعملوا عصابات بقى ولسه هنشوف اللي جاي. فربنا يسترها، اللهم امين، يا رب. ويعجل بزواله، اللهم امين. بحاجه المصطفى المسألة زادت عن الحد. فضل. انا عايز اقول لك حاجه، انا بتشرف بيها وبشعر بكل الفخر لما بيتقال ان احنا اعلامكم، لما بيتقال ان احنا صوتكم، لان دي الرساله اللي احنا بيهمنا نوصلها، ان احنا نبقى صوتكم ونبقى اعلامكم بجد بدون اي تحيز لاي حد. ده فعلا، ده والله العظيم فعلا، وده اللي انا حاسس بيه، وكل يعني كل معظم اللي انا يعني عارف هم ده اعلامنا. ما بناخدش الحقيقه الا منكم، ما بنعرفش ايه اللي بيحصل الا منكم. اقسم بالله واحنا على العهد يا عم احمد، والله واحنا على العهد ان احنا نفضل صوتكم واعلامكم ما بقينا وما بقي لنا صوت. بشكرك جدا وتحياتي لحضرتك. الاستاذ علي من مصر معايا. اهلا يا استاذ علي. الو، السلام عليكم استاذ احمد. وعليكم السلام، وتحياتي للساده المشاهدين وتحياتي لفريق البرنامج المحترم. تحيه ليك يا فندم. في عهد السيسي الساده الاعلاميين، اتفضل. الساده الاعلاميين مديريه الانتاج الاعلامي بيقولوا ان الامن والامان يا جماعه ماشي اوكي تمام كله تمام، بس دلوقتي في حوالي 20% من صفوه الشعب المصري، الناس اللي هي مقتدره ومعاها فلوس واثرياء، بيتفسحوا في الساحل الشمالي. احنا ما بنحتاجش حد، بالعكس ربنا ما شاء الله ربنا يزيدهم. بس انا بقترح اقتراح يا استاذ احمد، اقتراحه قد كده، هناخد 50% من مدخرات الناس اللي ايداعها بيزيد عن مليون جنيه او مليون دولار مثلا، وهنستورد نعقد اتفاقيه تجاريه مع قطر تمدنا بالغاز اللي هو هيشغل لنا محطات الكهرباء اللي هي فيها مشكله. ان دلوقتي قطع التيار يا استاذ احمد، ممكن معدلات الجريمه والسرقه تحصل في الشوارع والبيوت، مشاكل كثيره جدا اجتماعيه الشعب المصري في غنى عنها، هو عنده مشاكل كثيره. وتحياتي ارضا عشان ما ننساش للاخ عرفات، وبقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عرفات. طيب يعني هنتغاضى عن ده لان احنا ما بنحبش نتكلم عن حد مش موجود. بشكرك يا علي واهلا وسهلا بيك هنا في بيتك ومطرحك. الو مكملين صوت الناس. فيصل من مصر. استاذ فيصل اهلا بيك. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بحضرتك. ايه الفخر ان يبقى قطع الكهرباء بمواعيد وتطلع تقول لي انت بتعمل انجازات للبلد وامن وامان؟ ايه الفخر فيه؟ انجازات فين؟ انجازاته فاشله شبه وحق. انجازاته فاشله شبه ومفيش امن ولا امان ولا اي حاجه. منتهكين حقوق البشر كلها. ان هو تحجح امال بيفتخروا بيه؟ طيب
شايفين نفسهم على ايه طيب؟ ربنا يتوب علينا منهم يا شيخ. يا رب امين يا رب. وبشكر فريق الاعداد عند حضرتك استاذ احمد الله يبارك لهم، هم اللي اتصلوا بيا. ايوه احنا قلنا كده، الله يبارك لك يا حاج. قلنا دايما اللي مش قادر يكلمنا يبعت لنا واحنا نوصل له. المهم الله يبارك لك يا حاج. المهم صوتك يطلع على الشاشه دي عشان الشاشه دي صوتك انت، البرنامج ده بيتك ومطرحك. ربنا يبارك لك يا رب وتجينا بالسلامه باذن الله انت وفريق الاعداد كله بامر الله. تسلم يا عم فيصل، ربنا يبارك لك يا رب. سلم على كل حبايبك، تحياتي ليك. ابو السيد من مصر، اهلا يا ابو السيد. ازي حضرتك ازي احمد؟ ربنا يخليك يا رب. انت عامل ايه؟ ربنا يبارك فيك. الحمد لله والله. اخبار الكهرباء ايه؟ الاخبار الكهرباء الدنيا بايظه خالص. طب والامن والامان؟ اجهزه بتتحرق، اجهزه بتتحرق للاسف. خد بالك، هل هو هيدي للناس فلوس عشان تصلح الاجهزه؟ لا هو لو الناس مش عارفه تاكل وتشرب. يا ابو السيد انت عارف ان هو لو لقاك فلوس ياخدك يعني. الله ينور عليك يا استاذ احمد. في ثلاث نقط هكلم حضرتك فيهم يا استاذ احمد. اتفضل اتفضل. حضرتك بيقول السيسي بيقول يعني يحكموكم يعني يقتلوكم، ده تحريض مش كده برضه ولا ايه؟ طبعا بيقول يعني يحكموكم يعني يقتلوكم، ده ارهاب مش تحريض. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. ونعم بالله. انا مش عاوز خنوع للشعب المصري يا استاذ احمد. اللي يتقتل منه حد لازم يقتل. ضابط طيب. قتل حد يا ابو السيد اهله لازم يقتلوه، مش تحريض يا استاذ احمد لو سمحت. لا مش لو سمحت، تحريض. انا عندي اولويات، انا مش ضد الشرع بس انا مش يعني الناس. اسمعني بس بعد اذنك استاذ احمد، بعد اذنك بس راوي يا استاذ احمد يموت اهله يسيبوه. اسمعني بعد اذنك، بشكرك بس انا عايز اقول لك حاجه. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده بيتاخد بمحمل التحريض على القتل، وانا في القناه دي لا احرض على قتل ولا اتبنى تحريض على قتل ولا اسمح بيه. انا مش ضد دين ربنا، بس انا عندي معايير وفي جهات بتحاسب، مش بتحاسبني، ممكن تقفل يعني تسقط القناه ما تبقاش بتعرض خالص. تمام. انما وقت ما يقول الاوان في عدل وفي محاكم وفي قضاء، كل واحد ياخد حقه بما يرضي له، مش عشان بس يبقى واضح. انما مش خايف من حد، انا خايف على صوتنا ما يبقاش موجود، لان في جهات لو حسبت الكلام ده انه تحريض على قتل وانا موافق عليه، انا مش هتلاقيني معاك كقناه، مش هيبقى في مكملين تاني. طب وليه؟ ليه؟ وانا طبعا مش مع السيسي ولا كلام تافه، لان ده راجل تافه لا يفهم ولا يفقه في فقه اداره الدوله. سيبك بقى، انا قعدت 50 سنه و70 سنه وكنت بنام وقفايا على الارض ووشي في السماء واتخيل، ليش في الكلام ده راجل اهبل، ده راجل تافه. تاخدش منه كلام، خد كلامك من مصلحة بلدك، من مصلحة ابنك اللي جاي ومستقبل البلد دي وأهلها. وحسن من مصر، أهلا يا أبو حسن. أبو حسن معايا؟ مش معايا أبو حسن. طب أبو أحمد. أبو أحمد إزيك أبو أحمد، عامل إيه؟ ابو احمد انا مش سامعك. انا عايز الفت نظر، انا عايز الفت نظر حضرتك في حاجه صغيره خالص. اه اتفضل. لو حضرتك شغال في شركه ومدير عام انت الشركه دي وعندك موظفين وعارف ان الموظفين بتوعك حراميين، بتعمل معاهم ايه؟ قول لي وجهه نظرك. قول لي وجهه نظرك، انا ما عنديش شركه. وجهه نظر. انا عارف. انا وجهه نظري ايه؟ ان انت جبت راجل حرام ومسكته البلد، فبيعمل ايه؟ بيجيب اللي هو التيم من الناس، يسرق 300 400 مليون جنيه، يديله 200 وياخد هو 200 ويمشي، ويعمل كومبو فلاش يديله 7 5 اشهر ويطلعه، ويجيب واحد ثاني ويجيب واحد ثاني. انت جايب واحد حرامي يمشي في البلد، هيعمل فيها ايه؟ هيجيب ده يسرق وده يسرق وده يسرق. هو جاي يتصفى، هو تلاقيه بيستغرب، وليه لغايه دلوقتي ما وعدش؟ لغايه دلوقتي ما عرفتش اوقعها؟ يا باشا انت جاي حرامي يمسكني، الراجل جاي هتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وبنوت مرصوصات، خلصت كذا اكمل على كذا. يبقى هو ماشي في طريقه. انا فهمت من كلامك يا ابو احمد ان هو مقصود وماشي في طريقه صح. بس هو رسم صح وماشي صح. شكرا يا احمد. يبقى هو ماشي صح واحنا عندنا بعض المغفلين او المغيبين او المخدوعين او الطيبين، يعني مش بنعمم كلمة واحدة عشان محدش يزعل مننا. طيب الحكومة بتقول
كله تمام، والناس بتقول لا مش كله تمام. خلينا نشوف مع بعض مثلا اسامه منير. عارفين انتوا اسامه منير اعلامي وليه برامج و تعال نشوف اسامه منير بيقول ايه في مقابل كلام الحكومه. وادي واحد منكم، مش احنا اللي جايبينه، هو اللي جه لوحده. هتجيبوا لي والمشروعات القوميه. طب هو انا كان عندي فرصه والكلام ده انا قلت لوزير الكهرباء في 2000، انا توليت المسؤوليه في 2014، قلت له انت متصور انك انت السنه الجايه الكهرباء دي ما تتحلش اللي بقى لها 7 سنين؟ لو ما اتحلتش البلد دي هتخرب وتضيع، البلد مصر هتخرب وتضيع. فقال لي ازاي؟ قلت له اسمع الكلام، لازم مشكله الكهرباء تتحل خلال سنه، والانقطاع اللي بقى له 7 سنين ده ينتهي السنه الجايه، واشتغلنا على كده. اقصد اقول اذا كان القطاع ده لوحده خد 1.7 تريليون جنيه، 1700 مليار جنيه، امتى؟ ايام الجنيه ما كان ب 8 جنيه، اسف الدولار كان ب 8 جنيه. طب حتى لو كنا استمرنا بعد كده لغايه لما بقى وصل ل 15، يعني اكتر من 150 مليار دولار لقطاع الكهرباء، هو كان فيه مشكله في الكهرباء في مصر بالدرجه دي؟ كتير مننا عشان كده بقول ايه؟ الكلام مش للدول، مش للقاده، مش للمعنيين، مش للوزراء، الكلام ده للناس. اللي شغلوهم وبيرموا لهم مغاليين في الاخر هو ده حال البلد. فالواحد زهق، الواحد خلاص وزن بقى 30 سنه ومش عارف يعمل اي حاجه في حياته، فخلاص اتخنق. قرار ما ايه بقى يابا؟ الواحد يشتغل لناس بره، يجيب كلاينتس بقى من بره ونشتغل لهم عشان يدونا الفلوس اللي نعرف نعيش بيها في زي اللي احنا فيه والاسعار والقرف وي 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 وي. حلو، بس ازاي؟ بلدك هنا مش تسمح لك ان انت تعمل حاجه، انت عايز تنجح يابا؟ انت عايز تنجح يابا وتعمل فلوس يابا؟ ايه ده؟ لا اقطعوا له ام الكهرباء، ما يعرفش يشتغل، ما يعرفش يعمل اي حاجه، يجي الكلاينت بتاع بره يقول لي ده انت بلد هزر، انت بلد مهزقه، يقول لي يعني ايه البلد كلها النور بيقطع فيها؟ فانا بخسر شغلي اللي هو بره اصلا البلد بسبب مشاكل هنا، بسبب الكهرباء، بسبب اللي احنا فيه. فانا مين هيحل لي؟ مين هياكلني؟ مين هيشيل؟ مين هيدفع؟ مين هيجيب؟ ايه الكلام يا عبده؟ ايه الكلام يا عبده؟ لما اخسر شغلي واخسر حياتي انا اعمل ايه؟ وعايشين في مفيش كهرباء ومفيش ميه، والعالم اللي معاه فلوس قد كده قاعدين في كهرباء 24، ايه الكلام؟ طب خرجونا من البلد، يعني ما انتوا قافلينها لنا برضه مش عارفين نخرج، طب ما تسهلها لنا، خلينا نغور في داهيه يا عم، وانتوا احكم الشله قاعدين معاهم فلوس، يبقى كلكم كده معاكم فلوس ببعضيكم، مع بعضيكم بقى مشوها، انما هتسيبونا احنا قاعدين هنا تحت رجلكم بس؟ هو احنا ايه سجاجيد؟ وانا جاي هنا اعيش كاسفلت، الناس كلها ماشيه عليا رايحه توصل وانا قاعد في الارض، ايه الكلام؟ محمد صلى الله عليه وسلم حبس وحوصر في شعاب مكة 3 سنوات. في ايه؟ شعاب مكة 3 سنوات. وكان سيدنا جبريل بينزل عليه بالوحي. للصحابة ولا التابعين ساعتها قالوا له النبي قول لهم يجيبوا لنا ناكل ولا المية تتفجر من تحتنا ولا ده ربنا بقى. والدنيا خربانه، يعني انا النهارده ما ينفعش ابقى عايش بالشكل ده، بالشكل ده يعني. وبعدين عندي سؤال، هو انقطاع الكهرباء بقى رسمي؟ بقى اوفيشال؟ يعني اول مره في حياتنا نشوف انقطاع الكهرباء بقى معتمد، انقطاع معتمد بجدول. هو احنا وصلنا للجدول؟ وصلنا ان انقطاع الكهرباء يبقى بجدول اوفيشال رسمي؟ هو ده النظام يعني؟ قطاع الطاقه، وانا بتكلم هنا تحديدا على قطاع الكهرباء، ما كانش بس الهدف او الفكره ان احنا ننشئ، وانا الكلام ده قلته قبل كده بس باكده تاني او بذكر نفسي وبذكركم بيه، ما كانش بس الهدف ان انا اعمل محطات طاقه جديده، لا، كان لابد ان انا اجدد الشبكه واعمل شبكه اضافيه. طب ده كفايه؟ يعني احنا اضفنا تقريبا ضعف حجم الشبكه القديمه اللي كانت موجوده في مصر، ضعفها مرتين. ما انا بقول كلام مظبوط يا دكتور شاكر. طيب ده ما يرضيش ربنا يا جدعان، كل ساعة ساعة ونص النور يتقطع. ده ما يرضيش ربنا، العيش اللي بيبوظ ده والدنيا حر نار وقرف والواحد طلعان عينه في الفرن. ده ما يرضيش ربنا يعني ولا يرضي حد. يعني جايين في الشهر الوحيد اللي احنا عايزين في الكهرباء. النظام بيقول أي كلام والواقع أسوأ مما تتخيل. بمناسبة الأمن والأمان، عندنا خبر حالا بيتكلم عن هاكر بيعرض 2 مليون وثيقة لمرضى مصريين والحالات حساسة جدا في مصر، عارضهم للبيع. الكلام ده مش أنا اللي بقوله، الكلام ده بيقوله موقع تكنولوجي سيكيورتي ماجازين أو انفورميشن تكنولوجي سيكيورتي ماجازين. أهو الخبر أهو، موقع بريطاني، هاكر يسرق سجلات طبية حساسة من وزارة الصحة المصرية. ادعى أحد قراصنة الإنترنت سرقته 2 مليون سجل من بيانات وزارة الصحة المصرية،
واللي بتتضمن معلومات شاملة وشخصية عن المرضى بما في ذلك الأسماء والهويات والقرار والأرقام الوطنية وأرقام الهواتف والعناوين وتفاصيل تصنيف الإجراءات والتشخيصات والتفاصيل الخاصة بالعلاج وعارض البيانات للبيع. وده اللي قاله لنا انفو سيكيوريتي ماجازين، بيانات المصريين، بيانات وزارة الصحة معروضة للبيع. فضيحة من العيار الثقيل، فضيحة لنظام مش بيعمل حاجة غير انه بيشتري برامج عشان يتجسس على الناس على الشعب، انما انه يأمن بياناتهم يأمن حالاتهم حتى في وزارة الصحة ما بيحصلش. ده نظام عبد الفتاح السيسي، وده الفشل اللي احنا عايشين فيه يوم بعد يوم. ويجي حد يقول لك الامن والامان، يعني لا امن وامان جوه البلد، ولا امن وامان للمصريين بره البلد، ولا امن وامان لمعلومات الناس وملفات الناس الخاصه بعلاجهم وصحتهم. بكل اسف عندي تفاصيل كتير واخبار كتير بس وقتي انتهى. عايز اقول لكم ان في ارتفاع قياسي لسعر السكر في مصر بجمله الامن الغذائي. سعر السكر في مصر غلي 150%، غلي 150%. شوف انت بقى ده هيؤدي لغلاء اسعار كام سلعه، او ارتفاع قياسي لسعر السكر بنسبه 150%. كام سلعه هيزيد ثمنها، كام منتج هيزيد ثمنه، كوبايه الشاي اللي حضرتك ممكن تشربها علشان تعدل دماغك من صداع قطع الكهرباء والحر والهم والاسعار الغاليه، يا ترى هتقدر تشربها ولا لا؟ ده النظام اللي بيلعب قمار بيك لانه مش شايفك، مش حاسس بيك، انت مش فارق معاه في حاجه. انا بقول كده علشان يعني شيء في صدري، لا، عشان ده الواقع، عشان احنا مقررين هنا من البدايه من 10 سنين ان احنا صوتكم وده اعلامكم وده الواقع اللي جايبينه من الاخبار مش من عندنا. طيب منظمات حقوقية بتقول مصر بتشهد أسوأ عقد في مجال حقوق الإنسان، ده بلا شك حاصل. ونفس المنظمات أو منظمات أخرى بتطالب بمعايير عادلة للإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر. منظمات الموقعة على البيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مبادرة الحرية Community for Justice، والشبكة المصرية لحقوق الإنسان. ده يا جماعة أو ده البيان اللي بيطالبوا فيه 9 منظمات حقوقية. في البيان ده بيطالبوا فيه بمعايير عادلة للإفراج عن السجناء السياسيين في ظل وتيرة اعتقالات مستمرة تتجاوز وتيرة الإفراجات. ده كله لأن مفيش أمن سياسي يا جماعة اللي بتتكلموا عن الأمن في مصر، لا أمن غذائي ولا أمن سياسي ولا أمن اجتماعي ولا أمن بمعنى الأمن اللي بيأمن الناس ومعلوماتهم زي ما احنا شايفين الفضائح. عارف احنا وصلنا لفين في ظل هذا النظام؟ وصلنا ان بيروحوا يفتتحوا جامع فبيجيبوا بدل ما يجيبوا مشايخ تقرأ في الجامع، بدل ما يعملوا يعني انشاد او حلقات، ده في الجامع، ده اللي بيليق بالجامع، ده اللي نعرفه. احنا الاول مرة في مصر بيتم افتتاح الجوامع بفرقة رأس شعبي على الربابة بغني، انت متخيل؟ وريني يا سيدي، وريني وخليلي هنا الفيديو كان بكده. ايه ده؟ ايه ده؟ اغني ايه وارقص ايه وطبل ايه؟ ده افتتاح جامع، الجامع اهو، الجامع بيفتتح على رقصات شعبية وأنا على الربابة بغني. إحنا ما بقاش عندنا أمن عقلي حتى، إحنا عايشين في جمهورية السطلانة. والله زي ما قلت لك امبارح كان معاذ المخرج بيتريق يقول لي سطلانة يا أحمد. أيوه يا معاذ، جمهورية السطلانة، الناس اللي مش فايقة، الناس اللي بتفتح جامع على الرقص الشعبي. البنات دي رايحة تفتتح جامع وقدام الجامع والراجل بيصور لك اهو وانا على الربابه بغني عشان افتح جامع يتلى فيه القران وتصلي فيه الناس. كل حاجه في البلد دي انقلب حالها، كل حاجه في البلد دي باظت خربت. ليه؟ لان لا بيحكمك ناس بتفهم ولا ماشيين باي منطق ولا باي عقل. ده اللي وصلنا له بعد 10 سنين. ما تستغربش كمان شويه لو قعد الانقلاب ده
وتلاقي تماثيل لهبل في ميدان التحرير مثلا، ولا تلاقي يعني عرض بلاي بوي ولا حاجة عشان يفتتحوا به مهرجان القاهرة أو مهرجان القراءة اللي هو بتاع الكتب و و و احنا في مسخرة منه، احنا في مسخرة يا جماعة، احنا في بهدلة، احنا مخنا خلاص، مخ الناس ما عادش يستحمل اللي بيحصل في البلد. المشهد اللي قدامك ده مش بيفتتح قصر ثقافة ولا ولا فرح ولا حنة ولا طهور العفاف بنت ام وليد، لا ده دار عبادة بتتفتح على انغام، انا على الربابة بغني، وهات لنا فرقة استعراضية ومش مشكلة البنات تلبس الكرانيش وتهز شوية قدام الجامع. انت مستوعب؟ انت شايف احنا فين؟ احنا في الحضيض منه على قولة احمد امين، احنا في البهدلة التامة، احنا برا المنطق وبرا العقل وبرا اي حاجة ليها علاقة بدولة. وللأسف ان انت دولة كبيرة وشعب كبير على راسه جحش وصلنا للمرحلة دي. شكرا لكم يا جماعة، قعدنا بكرة الساعة 5 هنا في استديو صوت الناس، قالوا مكملين على قناتكم، على صوتكم، قناة مكملين. بشكركم واشوفكم بكرة ان شاء الله. السلام عليكم، بأمان الله.